السلام عليكم، معاكم إبراهيم حسان، ودي إن شاء الله المحاضرة رقم 14 من سلسلة شرح CIE منهج 2020. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكوزو فريم وورك أو الـ ERM. طيب باختصار كده، زي ما اتعودنا بندي بريف كده عن الموضوع وبعد كده بنجثره. الفريم ورك ده سواء الكوزو او الاي ار ام او الكوزو اي ار ام، هما الاثنين مع بعض، ده كده بيبقى زي طريقه في ناس كده محترمين افاضل قعدوا اتفقوا عليها ازاي نعمل ريسك مانجمنت، ازاي في المؤسسه بتاعتنا نعمل ريسك مانجمنت، نعمل عمليه اداره المخاطر ازاي. فتم وضع بعض النقاط او الاسس او المعايير اللي بيلتزم بيها، يبقى هو كده ماشي وفقا للفريم ورك ده. تمام، كل المؤسسات في الغالب بتعمل عمليه اداره المخاطر وبتدير مخاطرها، انما الفكره ان في ناس بتبقى بتدير المخاطر بشكل انفورمال، بشكل كده يعني احنا لقيناها كده، احنا عارفينها كده، اللي هو ايه، ادي الكوره واديني بشوطها. تمام، انما في واحد تاني لا، انا بقى لا، انا الكرة بص محطوطة كده بزاوية كذا، انا هشوط بوش رجلي عامل كذا، اللي هو واخد الموضوع بقى لا بشكل فورمال بشكل منهجي، وبالتالي بيمشي على ستيبس معينة او نقط او بيكفر نقط معينة علشان يدير المخاطر. طيب احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وعرفنا يعني مخاطر وعرفنا دوري انا كمراجع يعني في المخاطر ايه، تعالوا بقى المرة دي نخش على طول ما نضيعش وقت ونبتدي مع الكوزو ريسك مانجمنت فريم ورك. ERM integrating with strategy and performance through ERM framework is a framework that complements and incorporates some concepts of the Kuzu internal control framework. ماشي، بيقول لك ان ال ERM عمل integration يعني مع الاستراتيجي والبرفورمانس ومع الفريم ورك بتاع الكوزو انترنال كنترول. الكوزو ده فريم ورك للانترنال كنترول. تمام، الاي ار ام دي ده فريم ورك للايه، للريسك مانجمنت. فاللي احنا معانا دلوقتي ده بقى ميكس ما بين الاثنين، ده كوزو اي ار ام فريم ورك، اهو بيقول لك كوزو اي ار ام، يبقى الميكس الجميل اللي عملوه ده كوزو اي ار ام فريم ورك بروفايدز ا بيزس فور كوردينيتنج اند انتجريتنج اول اوف ان اورجانيزيشنز ريسك مانجمنت اكتيفيتيز effective integration. الانتجريشن ده هيفيدنا بايه؟ هي improve the decision making وهي enhance الايه؟ البرفورمانس. طيب هو برضو عايز يعني الاطار ده اصله لسه جديد، التعديل حصل فيه تعديل على ما اظن كان في 2017، فالفريم ورك ده هو يعني عايز بيديك نبذه كده الاول عنه وعن المميزات اللي هو هيقدمها، ان هو هي improve ال decision making و هي enhance ال performance. تمام، ERM is based on the premise that every organization exists to provide value for its stakeholders. اكيد ال ERM الاساس بتاعها، اساس اصلا وجود الفكره اي ار ام دي، اي ار ام يعني انتربرايز ريسك مانجمنت، اساسها اللي هي بتقوم عليه ان كل مؤسسه موجوده وعايشه، المؤسسه دي كده موجوده في الحياه علشان تو بروفايد فاليو للستيك هولدرز، علشان تقدم فاليو، وكل ما ده الفاليو بتاعتها ديت بتزيد وبتتطور وبتتحسن. فده الفكره الاساسيه اللي بتقوم عليها اصلا الاي ار ام. ERM is defined as، طب يعني ايه ERM بقى؟ تعال نشوف. The culture, capabilities and practices integrated with strategy setting and performance that organizations rely on to manage risk in creating, preserving and realizing value. يعني ايه يا باشا الكلام الجميل ده؟ يعني ايه ERM؟ Enterprise Risk Management. يعني إدارة المخاطر بتاعت المؤسسة، enterprise, organization. طيب هندرها إزاي؟ قال لك تعالى أقول لك هندرها إزاي. مش إحنا اتفقنا من دقيقة إلا ربع إن أي organization المفروض إن هي عايشة أو موجودة في الحياة علشان
تضيف فاليو للستيك هولدرز بتوعها، سواء بقى الفاليو اللي هتضيفها لهم دي كانت فاليو ماليه لو هي شركه هادفه للربح، او سواء الفاليو دي كانت ان هي تخدم المجتمع لو هي مؤسسه خدميه غير هادفه للربح، او ان هي مثلا كانت مؤسسه حكوميه فبالتالي الفاليو بتاعتها مختلفه. المهم ان في فاليو وهي بتضيفها للستيك هولدرز. مظبوط، تمام. طيب ايه علاقه ده باداره المخاطر؟ هقول لك ما تقلقش، وانا دلوقتي لما هحقق الفاليو بتاعتي يبقى اذا انا كده نجحت اني ادير المخاطر بتاعتي، لان المخاطر اللي بتواجهني عايزه تمنعني من ان انا احقق الايه؟ الفاليوز بتاعتي للستيك هولدرز، او ان انا احقق الفاليو بتاعت الستيك هولدرز، مش الفاليوز بتاعتي، حاجه تانيه. المخاطر عايزه تمنعني من ان انا احقق او اقاد الفاليو، اقاد الفاليو للستيك هولدرز. فطالما انا وصلت في الاخر ان انا عملت ادنج للفاليو، يبقى اذا كده انا نجحت ادير المخاطر بتاعتي. فانا هعمل ايه بقى؟ انا هعمل انتجريشن، وهعمل ميكس كده جميل ما بين الكالتشر بتاعتي كمؤسسه وما بين الكابابيلتيز اللي عندي، الريسورسز اللي عندي، وما بين البراكتسز، الممارسات اللي احنا هنمارسها في المؤسسه بكافه اشكالها والوانها وانواعها. هعمل ميكس وانتجريشن ما بين كل ده وما بين الاستراتيجي والبرفورمانس بتاعي اللي انا هحطهم كمؤسسه. انا الاستراتيجي بتاعتي ايه؟ والبرفورمانس بتاعي المفروض يبقى عامل ازاي؟ البرفورمانس المقصود به هنا البرفورمانس تجاه الريسك. دي نقطه مهمه. المقصود بالبرفورمانس هنا الاداء بتاعي تجاه الريسك. طالما احنا بنتكلم عن ERM Enterprise Risk Management، احنا البرفورمانس المقصود به هنا البرفورمانس بتاعي تجاه الايه؟ تجاه الريسك. كل الكلام ده لما هعمل ما بينه انتجريشن بحيث ان المؤسسه تعتمد عليه في اداره مخاطرها، اللي هيخليني في الاخر اقدر ان انا اقاد الايه؟ اقاد الفاليو. طيب ده كده باختصار تعريف الاي ار ام، لسه جايين وهندخل فيه بالتفاصيل. كي كونسبت اند فريزز. طيب قال لك تعالى كده اما ناخد بعض المصطلحات في الاول عشان بعد كده لما نتكلم نبقى كلنا واقفين على نفس الارض او على نفس البيز. طيب اول حاجه كالتشر. يعني ايه كالتشر؟ كالتشر consists of the attitudes, behaviors and understanding about risk. باختصار اهي الكالتشر هي الاتيتيودز والبيهيفيرز والاندرستاندينج اباوت ريسك. الناس في المؤسسه من اول التوب ليفل لحد ابسط موظف او عامل في المؤسسه، نظرتهم، مدى فهمهم ليعني ايه ريسك عامل ازاي. طب فاهمين الريسك، طيب هم بقى الاتيتيود بتاعهم تجاه الريسك يعني ريسك افيرس ولا ريسك تيكر، حد بيجري على الريسك وبيدور عليه ولا حد بيتجنب الريسك. طيب البيهيفير بتاعهم بيتعاملوا مع الريسك ازاي؟ تمام؟ طيب الثلاثة دول مع بعض يخلوني اقدر اقول الريسك كالتشر، ثقافة المخاطر في المؤسسة دي عاملة ايه؟ هل هي ثقافة بدرجة قوية، بدرجة ضعيفة، بدرجة متوسطة محتاجة للتحسين؟ طبعا كل ما الكالتشر بتزيد، كل ما الماتيوريتي بتزيد، كل ما الديسيشن ميكنج، عملية اتخاذ القرار هتبقى أحسن وهتبقى أفضل. Both positive and negative that influence the decisions of management and personnel and reflect the mission, vision and core values of the organization. تمام. الريسك كالتشر هي اللي بينبثق عنها او بت 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 يعني بت ايه بت بتعرض ليا الميشن والفيجن والكور فاليوز بتاعت اي مؤسسه. طيب يعني ايه بقى الميشن والفيجن والكور فاليوز؟ طيب الميشن هي از ذا اورجانيزيشنز كور بيربس، الهدف الرئيسي لاي مؤسسه هو الايه؟ هو ده الميشن بتاعها. انا مؤسسه دلوقتي عندي كور بيربس، عندي غرض معين،
غرض، الكور بيربس. انا فتحت مصنع ملابس، فتحته ليه؟ ليه؟ انا عايز اوصل لايه؟ ماشي، عايز اكسب واجيب فلوس. ايوه ماشي، انا عايز اكسب واجيب فلوس، وبعد ما اجيب فلوس وبعد ما اجيب فلوس عايز ايه الغرض الرئيسي بتاعي؟ ها؟ عايز ماشي، لا انا عايز مثلا ابقى رقم واحد في مصر. تمام، يبقى دي كده الميشن بتاعتي، انا هفضل شغال لحد ما ابقى في سوق الملابس انا رقم واحد في مصر. تمام، دي كده الميشن. طيب الفيجن، الفيجن is the organization's aspirations for what it intends to achieve over time. الفيجن دي بقى عشان الناس برضو اللي ايه، في شعرايه كده فاصله ما بين الفيجن والميشن، بس الحاجات دي محدش بيسأل فيها يعني، بس هي للمعرفه. بيقول لك طب ايه الفرق بين الفيجن والميشن؟ الفيجن في الغالب ما بتبقاش حاجه يعني achievable، مش حاجه هتحققها، هي طموح. طموح يعني تقول ايه؟ ان انا مثلا، انا يعني مثلا ان ايه، ان اديداس تقول انا الفيجن بتاعتي على سبيل المثال، يعني هم طبعا الفيجن بتاعتهم انا مش عارف ايه، ان على سبيل المثال اديداس تقول انا الفيجن بتاعتي ان مفيش حد على وجه الكره الارضيه ما يبقاش مثلا لابس تي شيرت اديداس، يبقى كل واحد على الكره الارضيه لابس تي شيرت اديداس. تمام، فدي الفيجن بتاعتهم. الفيجن دي خلي بالك الغرض من الفيجن ايه؟ انها تخليك تشتغل ما تقفش. يعني ايه تخليك تشتغل ما تقفش؟ يعني الميشن احنا قلنا مثلا ان انا ابقى رقم واحد في مصر، او ابقى رقم واحد في الشرق الاوسط، فهي حاجه ممكن اوصل لها. انا ممكن فعلا بعد 10 20 30 سنه ربنا يكرمني وابقى فعلا رقم واحد في الماركت بتاع الشرق الاوسط، او بتاع مصر، او بتاع افريقيا، او بتاع وات ايفر. فالميشن اتشيفبل، انما الفيجن هي دي اللي تفضل تجري وراها مش هتتحقق، وهي انت مش حاططها عشان تتحقق، بس انت حاططها كده كايه يعني، حاجه جايدنس ليك كده تنور لك وانت بتجري وراها. تمام، فان انا زي ما قلنا كده ان مثلا اديداس تقول ايه، ان كل فرد على في الكره الارضيه يبقى لابس او عنده اي برودكت من اديداس برودكتس. تمام، طيب الكور فاليوز are the organization's essential beliefs about what is acceptable or unacceptable. الكور فاليوز دي اي مؤسسه بيبقى ليها القيم بتاعتها، القيم بتاعتها. يعني الكلام ده ممكن يعني ايه يكون على ارض الناس اللي تحاول تعمل له اسقاط عندها على ارض الواقع شويه، تلاقيه مش موجود. او يقول لك ايه يا عم فاليوز ايه ده، الناس بتعض في بعضها. ده حقيقي، ده حقيقي، ولكن في الاساس، في الاساس سيبك من التغيرات اللي بتطرأ على الافراد، ولكن المفروض ان اي مؤسسه بيبقى عندها قيم. بالفعل في مؤسسات كده على فكره، يعني بدون يعني ما نذكر امثله، بس بالفعل في مؤسسات كده، في فاليوز عند في المؤسسه، والفاليوز دي لو حد تعرض ليها باي اساءه او اي موظف ادى سلوك معارض للفاليوز دي، يعني بيتم التعامل معاه بشكل عنيف. فالكور فاليوز دي الاورجنايزيشنز اسينشال بليفز اباوت وات از اكسبتبل اور ان اكسبتبل، ايه اللي مقبول بالنسبه لهم وايه الغير مقبول بالنسبه لهم. تمام، طيب الكابابيلتيز ار ذا سكيلز نيدد تو كاري اوت ذا انتيتيز ميشن اند فيجن. والله دي بقى السكيلز اللي انا محتاجها، كابابيلتيز، وتقدر تقول كمان الريسورسز اللي انا محتاجها علشان انا، مش انت يا باشا قلت لي في ميشن وفي فيجن عايزين نحققهم؟ طيب شد حيلك معايا يلا بقى، ووفر لي الريسورسز، وفر لي الكابابيلتيز اللي هتمكنني من تحقيق الكلام ده. البراكتسز ار ذا كولكتيف ميثودز يوزد تو مانج ريسك. دي الممارسات اللي انا هستخدمها علشان امانج الايه؟ الريسك. Integrating strategy setting and performance. احنا كل ده لسه في مرحلة الـ definitions، عمالين نعرف. طيب يعني integrating strategy setting and performance. قال لك risk must be considered in setting strategy. لازم اخلي بالي ويبقى الريسك في اعتباري وانا بسيت الايه الاستراتيجي.
وانا كمان بحدد البيزنس اوبجكتيفز، وانا بحدد الاوبجكتيفز بتاعتي والبرفورمانس تارجتس والتوليرنس، وانا بحدد التارجتس بتاعتي والاوبجكتيفز بتاعتي. كل الحاجات دي لازم ابقى واخد في اعتباري الريسك وانا بايه وانا بحددها. تمام. Strategy communicates how the organization will achieve its mission and vision and apply its core values. هو دلوقتي بيعرفك يعني ايه استراتيجي. عايزك تتخيل معايا الرسمة. تمام، الرسمة من فوق بتبتدي بالفيجن والميشن وتحتيهم الكور فاليوز، دول الثلاث يعني ايه الأعمدة الأساسية. تمام، اللي بعد كده هيخرج منها اللي جاي. يبقى احنا عندنا ميشن، اتفقنا قلنا عندنا كور بيربس، عندنا فيجن والاسبيريشن بتاعنا احنا شايفين نفسنا فين، بنسعى لايه، الطموح بتاعنا ايه، وعندنا كور فاليوز، عندنا قناعات وقيم ومبادئ معينة مقبولة وحاجات غير مقبولة. فاحنا بسم الله الرحمن الرحيم كده كمؤسسة اهو لسه تم انشائنا، هنبتدي نسعى في الحياة ونمشي وفقا للثلاث حاجات دول. طيب بيجي بعد كده بنعمل حاجة اسمها استراتيجي. الاستراتيجي دي بقى اللي هي ايه، بتكومينيكيتس هاو ذا اورجانيزيشن ويل اتشيف اتس ميشن اند فيجن اند ابلاي اتس كور فاليوز. ازاي الاورجانيزيشن هتاتشيف الفيجن والميشن، هنقوم يعني جايبين ورقه وقلم ونقعد نقول والله احنا عشان هنأتشيف الفيجن والميشن هنعمل كذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خلصنا الورقة ومليناها، هي دي كده بقت اسمها الاستراتيجي، الاستراتيجية بتاعتنا. والاستراتيجي دي طبعا بتبقى يعني ايه، المفروض ان هي بتبقى لونج تيرم. تمام، طيب يبقى انا قلت اللي عملت الاستراتيجي بتاعتي، اقوم جاي بعد الاستراتيجي محدد الاوبجكتيفز اللي هي هيبقى فيها ايه. ليك بقى اقرا معايا الكلام، بزنس اوبجكتيفز ار ذا ستيبس تيكن تو اتشيف ذا استراتيجي. دي بقى الستيبس المور ديتيلد عن، احنا قلنا الاستراتيجي دي حاجه لونج تيرم، طب انا عايز حاجه تبتدي تقول لي بقى انا هشتغل ازاي بقى السنه دي دلوقتي اعمل ايه. هبتدي اقول لك تعالى مش احنا خلصنا الورقه بتاعه الاستراتيجي، هات ورقه جديده، الورقه ديت اكتب فيها هنعمل كذا وكذا 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 وكذا، دي اسمها الاوبجكتيفز. لما احققها هبقى حققت الاستراتيجي، ولما حققت الاستراتيجي يبقى انا كده حققت الفيجن وحققت الميشن. تمام، التوليرنس. Tolerance is the range of acceptable variation in performance results. This term is identical to risk tolerance in COSO internal control framework. تمام، ماشي. بيقول لك التوليرنس هو بيقول لك نفس التعريف يعني بتاع الريسك توليرنس، ان التوليرنس كان فاكر لو تفتكر انا بيبقى عندي فيه ريسك ابيتايت، وبيبقى فيه جزء كده فوق الريسك ابيتايت مقبول بالنسبه لي. يعني مثلا بافتراض يعني كده هزلي، لو انا الريسك ابيتايت بتاعي 1000 فانا التوليرنس بتاعي 1200. تمام، فانا اقدر الحته دي يعني لو قرصت على نفسي اقدر اتحملها. بيقول لك نفس الكلام، التوليرنس هو الرينج اوف اكسبتابل فاريشن، الانحراف المقبول بالنسبه لي في البرفورمانس، ده اسمه تولرنس. The organization considers the effect of strategy on its risk profile and portfolio view. تمام، ريسك الاستراتيجية بتاعت أي مؤسسة بتأثر على الريسك بروفايل أو البورتفوليو فيو بتاعتها. قول لي يعني إيه الريسك بروفايل؟ يعني إيه الريسك بورتفوليو؟ لك تعال تعال نشوف. ريسك بروفايل is a composite view of the types, severity and interdependencies of risks. كلام جميل ونجعلص. الريسك بروفايل بشكل يعني نفهمه الاول كده قبل ما نخش في الكلام الكبير ده، الريسك بروفايل يعني انا عارف زي البروفايل بتاعه او البورتفوليو بتاعه اي مؤسسه في الاستثمارات بتاعتها.
الانفستمنت بتاعت اي مؤسسه. يقول لك والله انا عندي بورتفوليو، البورتفوليو دي انا مقسمها مثلا لاي تقسيمه بقى، مقسم الحاجات الماتيوريتي بتاعتها شورت لوحدها، والحاجات الماتيوريتي بتاعتها ميد، عن الحاجات الماتيوريتي بتاعتها لونج، والله انا مقسمها ولمبالغ. يبقى البورتفوليو ان انا بجمع كل ماك انفستمنت بورتفوليو، كل استثماراتي. هنا لا، انا عامل ريسك بورتفوليو، فانا كاني مجمع كل الريسكس اللي بتواجهني كمؤسسه، عشان انا الريسكس دي هي العدو بتاعي، فانا لازم دايما ابقى حاصرها ومجمعها وباصص عليها، وبراقب اللي بيزيد منها، وبتابع اللي بيقل منها، واللي ثابت في مستواه، كل ده لازم يبقى تحت عينيا. فهي دي الريسك بروفايل او ريسك بورتفوليو. ولكن الفرق ما بينهم ايه بقى؟ ريسك بروفايل may be created at any level. ريسك بروفايل ممكن يتعمل على اي مستوى، مستوى الانتيتي، الديفيجن، الاوبريتنج يونت او الفانكشن، يعني على مستوى عام او مستوى خاص، اور اسبيكت، او على مستوى البرودكت، سيرفيس، جيوغرافي. ده الريسك ايه؟ الريسك بروفايل. انما البورتفوليو فيو similar to risk profile، هو شبه ال risk profile، ولكن ال difference ايه بقى؟ is that it's a composite view of the risks related to entity wide strategy and business objectives and their effects on entity performance. يبقى الفرق كده ما بين الاثنين هو ان البورتفوليو is similar to a risk profile، هي شبهها بالظبط، ولكن بتختلف عنها ان هي a composite view of the risks related to entity wide، على مستوى ال entity بس. تمام؟ يبقى the difference is that it's a composite view of the risks related to entity wide strategy and business objectives and their effects on entity performance، على مستوى برضو اداء ال entity. انما فوق كان لا، على ممكن تبقى على مستوى الانتيتي او الديفيجن او الاوبريتنج يونت وات ايفر. تمام؟ دي رسمه جميله كده بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ادي ده الريسك كيرف. ماشي، ده كده الريسك كيرف اكيد كل ما ده تمام، والريسك ابيتايت، انا الريسك ابيتايت بتاعي هنا عند الليفل ده، ده كده اقصى ريسك، مقدار ريسك انا اقدر اتحمله. تمام. التارجت بتاعي هنا، انا متارجت اللاين ده. تمام، الاكتوال بيرفورمانس بتاعي جه هنا، مفيش مشكله، لان احنا قلنا ان بيبقى في عندي توليرنس، فممكن البرفورمانس بتاعي يزيد شويه او يقل شويه. تمام، ماشي، يعني رسمه كده جميله ولذيذه ملهاش لازمه. طيب احنا لسه ستيل في مرحله الديفينيشنز. تمام، مانجينج الريسك يعني ايه ريسك؟ مش فاكر، متهيألي قلنا الكلام ده قبل كده. ماشي، ريسك از ذا بوسيبيليتي ذات ايفنت ويل occur and affect the achievement of a strategy and business objectives. احتمال وقوع حدث، تمام، يكون له أثر على تحقيق أهداف المؤسسة، يكون له أثر على تحقيق أهداف المؤسسة. طيب يعني إيه opportunity؟ is an action or potential action that creates or alters goals or approaches for the creation, preservation or realization of value. سيبك من الديفينيشن ده، انا بقول لك سيبك من الديفينيشن ده، انا لازم تبقى عارف حاجه مهمه جدا 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 بالنسبه للريسك والاوبورتيونيتي. الاوبورتيونيتي هي كمان ريسك، الاثنين. انا دلوقتي انا بقول انا عايز متارجت ان انا اكسب كذا. تمام، فلو هقل اي حاجه ممكن تخليني اقل عن المكسب ده دي اسمها ريسك، واي حاجه تخليني ازيد برضو ده ريسك. بس احنا علشان نميز ما بين الاثنين
خلينا دي اسمها ريسك ودي اسمها اوبورتيونيتي. او ساعات ممكن تلاقي حد يقول لك ده اب سايد ريسك وده داون سايد ريسك، تمام؟ انما الريسك بالنسبه لي، ما هو اصل الريسك هو اي ايفنت ممكن يحصل يعمل ايه، يأفكت الاتشيفمنت بتاع الاوبجكتيفز. ما قالكش ان هو هيأثر سلبيا، هو يؤثر، تمام؟ يؤثر سواء بالسلب او بالايجاب، بس اثر بالايجاب هنسميه opportunity، يؤثر بالسلب هنسميه ريسك للتفرقه ما بينهم، تمام؟ يبقى ايه الاوبورتيونيتي؟ هي ريسك، بس ريسك كويس هيفيد المؤسسه، هيعود بالنفع على الايه؟ على المؤسسه. Effective ERM practices provide reasonable expectation, not absolute assurance that the risk assumed is appropriate. ماشي، أنا لما يبقى عندي effective ERM، لما يبقى عندي enterprise risk management well effective، هتقدر تقدم لي reasonable assurance أو هتقدم لي reasonable expectation، تأكيد معقول أو توقع بدرجة كافية معقولة ان احنا كده المخاطر اللي بنتعرض ليها او بنتحملها، المخاطر اللي احنا بنتحملها حاليا دي مخاطر ملائمه لينا، انما مش بتقدم لي ابسوليت اشورنس، مفيش اي حد يقدر يقدم تاكيد مطلق. ريسك انفنتوري consists of all identified risks that affect strategy and business objectives. ريسك انفنتوري ده يعني مخزون الريسك بتاعي، يعني ايه؟ حاجه قريبه كده شويه للريسك بروفايل والبورتفوليو اللي احنا بقى بنتكلم عليها. ده consist of all identified risks، كل الايدنتيفايد ريسكس اللي ممكن بتتعرض ليها المؤسسه، ده اسمه ريسك انفنتوري. ريسك كاباسيتي is the maximum amount of risk the organization can assume. ريسك كاباسيتي ده الماكسيمم اماونت of risk اللي الorganization تقدر تتحمله، وتحتيه risk appetite. طيب خلينا نقول كمان risk appetite وبعد كده نفرق ما بين الاثنين دول ونقول العلاقة يعني ما بين risk appetite. that consists of the amount and types of risk the organization is willing to accept and persuade of value. risk appetite ده مقدار الrisk اللي مقبول، اتكلمنا فيها كتير قبل كده، اللي مقبول بالنسبة لي أنا، مقبول بالنسبة لي إن أنا أخاطر بالمبلغ ده، أو إن أنا أتعرض لمخاطر بمقدار كمي كذا، تمام؟ أنا قابل مقدار كمي نوعي ما whatever، يبقى أنا قابل مقبول بالنسبة لي إن أنا أتعرض لمقدار المخاطر ده قبله، بل مش قبله أنا عايزه، وأنا لو ما تعرضتش لمخاطر مش هكسب، مفيش حد هيكسب من غير مخاطر، فأنا عاوزه. في حين الريسك كاباسيتي دي الماكسيمم أماونت أوف ريسك الأورجنايزيشن كان أسيوم، دي أقصى حاجة أقدر كمؤسسة أتعرض لها كمخاطر، أي خطر زيادة بعد كده يقطمني نصين، مقدرش أتحمله، أنهار كمؤسسة. علشان كده الكاباسيتي ده الماكسيمم، انا كده يعني بتعرض لاقصى درجه يمكن تحملها من المخاطر، تمام؟ في حين الريسك ابيتايت لا، دي الدرجه المقبوله بالنسبه لي. في حين الريسك توليرانس دي الدرجه اللي ازيد سنتين من الريسك ابيتايت، تمام؟ انهيرنت ريسك اللي اتكلمنا في الكلام ده بقى is the risk in the absence of management action. ده الريسك من غير كنترول، الريسك كده يعني من غير اي كنترولز يبقى اسمه الانهيرنت ريسك، تمام؟ الاكتوال ريزيدوال ريسك ده الريسك remains after management actions to alter its severity. ده الريزيدوال ريسك بقى ده الريسك بعد ما خدنا الكنترول الملائم، ماشي؟ طيب risk response is an action taken to bring identified risks within the organization's risk appetite. risk response ده هو الاكشن،
انا عندي ريسك محتاج ريسبونس، محتاج كنترول. شرحنا النقطه دي قبل كده، ريسك كنترول. كنترول ده هو ده اللي اسمه الـ 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 يعني مش ده شكل من اشكال الريسك ريسبونس، لانه وارد من الريسبونس بتاعي ان افويد اصلا، اقول لا يا عم الريسك ده كبير عليا مش هاخده، فما يبقاش فيه كنترول اصلا. فالريسك ريسبونس ده اللي هو انا هتعامل، هاو تو ديل وذ ريسك، هتعامل مع الريسك ازاي، هعمل ايه، هو ده الريسك ريسبونس. طيب ريزيدوال ريسك بروفايل انكلود الريسك ريسبونسز. تمام، مش احنا قلنا في عندنا ريسك بروفايل؟ طيب ما وارد ان الريسك بروفايل دي تبقى للانهيرنت ريسكس، اجيب كده كل الريسكس من غير اي ريسبونسز واقول والله انا بتعرض للريسكس دي كده كلها من غير اي ريسبونسز، او وارد ان انا اجيب الريزيدوال ريسك بروفايل. يعني كل يعني انا عايز اسهلها على حضراتكم شويه، يعني مثلا انا ممكن ايه، انا لو انا افترضنا ان الريسك بروفايل بتاعي عباره عن جدول في ثلاث مخاطر A و B و C، فانا لو هعرض الريسك بروفايل من غير الريسبونسز فهقول والله انا بتعرض للخطر A بمقدار 10، وللخطر B بمقدار 8، وللخطر C بمقدار 7. تمام، يبقى انا كده جبت كل خطر والانهيرنت ريسك بتاعه من غير اي كنترولز او من غير اي ريسبونسز. انما لو عايز اعرض بقى الريزيدوال ريسك بروفايل الريسكس الحالي حاليا بعد انا ما حطيت بقى الريسبونسز، حاليا بقت المخاطر اللي انا بتعرض لها عامله ازاي، فهقول والله A و B و C A 10 بس انا خدت ريسبونس معين، الريسبونس ده بعد ما خدته بقى الريزيدوال ريسك 2، وبي بعد ما خدت ريسبونس معين بقى الريزيدوال ريسك 1، وهنا بعد ما خدت الريزيدوال وسي بعد ما خدت الريسبونس الملائم بقى الريزيدوال ريسك بقى نص، فكده بقى 2 1 نص بدل ما كان 10 8 7. يبقى اذا كده اصبح ايه، هو ده بقى اصبح كده عندي الريزيدوال الريسك بروفايل. طيب وفي تارجت ريزيدوال ريسك، اكيد انا ممكن ابقى متارجت ان لا انا مش عايزها تبقى 2 1 نص، ده انا عايزها 1 نص ربع، ده التارجت بتاعي، انما وارد اوصل له وارد ما اوصلوش. تمام، الفاليو الفاليو بيحصل لها كرييشن امتى؟ يعني امتى نوجد الفاليو؟ لما when the benefits obtained from the resources used exceed their cost. يبقى انا عندي resources الresources دي هستخدمها، لو جابت لي benefits اعلى من تكلفة الresources يبقى انا كده حصل عندي creation للفاليو. طيب خلاص الحمد لله الفاليو اتكريتت، اعمل لها preservation، احافظ عليها ازاي؟ احافظ على الفاليو when the value of resources used is sustained. تمام، طول ما انا محافظ على الفاليو بتاعت الريسورسز يبقى انا كده عامل يبقى الفاليو از بريزيرفد. طب فاليو از ريلايزد، امتى تتحقق الفاليو؟ وين بنفيتس ار ترانسفيرد تو ستيك هولدرز، لما البنفيتس اللي تحققت ديت، مش احنا قلنا الفاليو حصل لها كرييشن؟ تمام، طب امتى بقى تتحقق؟ لما تروح للناس بقى المنتفعين الستيك هولدرز، لما هتروح لهم الفاليوز دي، اللي هيروح له بقى سواء منفعه ماديه ولا هيروح له منفعه معنويه ولا اللي هيروح له حاجه خدميه، كل حاجه اما هتروح لكل واحد يبقى كده الفاليو حصل لها تحققت ريلايزد. طيب ايرودد، فاليو ايرودد يعني اتاكلت، قضينا عليها مش موجوده. When management strategy doesn't produce expected result، لو الاستراتيجي مش بتقدم الريزلت المتوقع، او ان المانجمنت doesn't perform day to day tasks، او المانجمنت يعني مش شايفه شغلها. تمام، ERM rules and responsibilities. The board provides risk oversight of ERM culture. احنا هنا هنقول الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعت كل حد مشترك في عمليه الاي ار ام. البورد هو هو اللي بيبروفايد الريسك اوفرسايت اوف اي ار ام كالتشر كابابيلتيز اند براكتسز.
certain board committees may be performed for this purpose. ممكن يبقى في لجان متخصصه للكلام ده زي الاوديت كوميتي often required by regulators. تمام، الاوديت كوميتي دايما يعني الريجليترز بيطلبوا ان المؤسسات يبقى عندها اوديت كوميتي. الريجليترز دي اللي هي الجهات المشرعه للمؤسسات، يعني مثلا هيئه الاستثمار، البنك المركزي، ما شابه، الحاجات اللي زي كده للمؤسسات بتكون يعني تخضع ليها باي شكل من الاشكال القانونيه. Risk committee that directly oversees the ERM and executive compensation committee and nomination or governance committee that oversees selection of directors and executives. يبقى ده كده البورد. البورد بيعمل ايه؟ مسؤوليته ايه تجاه الـ ERM؟ بي oversight الـ ERM. بي oversight. طيب المانجمنت، المانجمنت بقى has the overall responsibility، لديها الـ overall responsibility for ERM and is generally responsible for the day-to-day managing of risk, including the implementation and development of the COSU ERM framework. تمام؟ وهي المسؤولة، يبقى هي المسؤولة عن مواجهة المخاطر اليومية daily وday-to-day، وهي لديها الـ overall responsibility، وهي المسؤولة عن إن هي develop وت implement الـ COSU ERM framework. With the management, the CEO has ultimate responsibility for ERM and the achievement of strategy and business objectives. أكيد لأن CEO هو يعتبر هو رأس الهرم الإداري أو المانجمنت. An organization may designate a risk officer as a centralized coordinating point to facilitate risk management across the entire enterprise. ممكن في بعض المؤسسات يكون في حد متخصص للريسك اسمه ريسك اوفيسر. ريسك اوفيسر ده وظيفته ايه؟ ان هو يعمل كوردينيشن وفاسيليتيشن لعمليه الريسك مانجمنت، لان عمليه الريسك مانجمنت بتتطلب مشاركه العديد من الاطراف. فهو الراجل الريسك اوفيسر ده، خلي بالك عشان ما يجيش سؤال ان الراجل الريسك اوفيسر ده هو اللي هيدير المخاطر، لا هو مش هيدير المخاطر، هو الراجل ده هيجي كوردينيت وهي فاسيليتيت الريسك مانجمنت اكروس الانتربرايز انتاير انتربرايز. الريسك اوفيسر از كومونلي ريفيرد تو از ا سنترلايزد كوردينيتور، ممكن يتقال عليه سنترلايزد كوردينيتور. Three lines of management accountability. ماشي. عندنا في، مش عارف احنا اتكلمنا عن الموديل ده قبل كده ولا لا، الموديل اللي هو اسمه الـ three lines of defense. Three lines of defense. المؤسسة ليها ثلاث خطوط دفاع. ليها ثلاث خطوط دفاع. زي في الكورة كده يعني. كورة بيبقى فيه في الأول خط مهاجمين، خط وسط، خط دفاع، في الآخر خالص حارس مرمى، ده آخر خط دفاع. بعد كده الكرة هتدخل إيه؟ في الشبكة. نفس الكلام للمؤسسة. أنا مؤسسة فوارد بتعرض لمخاطر، فأنا عايز المخاطر ديت أكتشفها قبل ما تقع وتصبح خسائر، فبالتالي في خط دفاع أول ممكن يكتشفها أو يتعامل معاها. طب وعدت من خط الدفاع الأولاني وما خدش باله، في خط دفاع تاني. طب عدت من التاني، في خط دفاع تالت وأخير، زيه زي حارس المرمى، لو عدت منه تدخل جول. طب إيه بقى الكلام ده؟ تعال نشوف. The first line consists of the principal owners of risk. الـ first line أول خط دفاع اللي هم الـ owners of risk، اللي هم الناس اللي شغالة على خط النار. الناس اللي هو مثلا نفترض لو احنا شركه وعندنا فروع، فكل فرع مثلا في مدير في الفرع ده، مدير الفرع ده هو مدير الفرع ده، ده كده الريسك اونر. ده لسه الريسك اول ما بسم الله الرحمن الرحيم هيبدا عند الراجل ده. They manage performance and risks taken to achieve strategy and objectives. تمام، ده بيمانج البرفورمانس والريسكس علشان ياتشيف الاستراتيجي والايه والاوبجكتيفز. The second line
consist of the supporting functions. Supporting functions. زي مين؟ زي الريسك اوفيسر. This oral centralized coordinator. This level of management provides guidance on performance and ERM requirements. Evaluate adherence to standard and challenge the first line to take prudent risks. تمام. الناس اللي قاعدة في الصف التاني هو بيقول لك هنا زي الراجل الريسك اوفيسر، وفي ناس تانية بس هو هنا عشان عامل لها اسقاط على الريسك بس، يعني مثلا الراجل بتاع الكومبلاينس سكند لاين، الراجل بتاع الكواليتي سكند لاين، تمام؟ ممكن ايه الراجل بتاع السيفتي سكند لاين، كل الناس دي اللي هي موجوده اسمه ايه؟ اسمها سبورتنج فانكشنز، موجود علشان يسبورت الناس اللي على الخط الاول. موجود عشان يسبورت، هو قاعد كده وراه وبيتابع اعماله وبيشوف اعماله ويقول له والله خلي بالك ده انت الحته ديت بص فيها شويه، خلي بالك عشان الريسك هنا ان هو بايه؟ او بيتشالنج ذا فيرست لاين تو تيك برودنت ريسك، بيشجعه وبيساعده ان هو يتيك برودنت ايه؟ ريسكس. يجي بعد كده بقى الصف الثالث والاخير اللي هو ذا ثيرد لاين از ذا اشورنس فانكشن، اللي هم الانترنال ايه؟ الانترنال اوديت، اللي هو احنا ثالث صف اللي هيعدي مننا خلاص بالسلامه. The internal auditor audits or reviews ERM. We identify the issues with improvements and informs the board and executive of matters needing resolution. أنا مطلوب مني إن أنا أراجع الـ ERM. عملية الـ ERM من أولها لآخرها هي بتتم إزاي؟ بل ممكن كمان أتابع أخد عينة كده من المخاطر وأشوف المخاطر ديت، طبعًا المخاطر اللي هي يعني الكبيرة. الهاي ريسك، المخاطر الكي ريسكس نسميها الكي ريسكس، اخد كده عينه او سامبل منها واشوف المخاطر دي تم التعامل معاها ازاي وادارتها ازاي. ولو والله لو لقيت اي مشاكل ببلغ بالمشاكل دي، الدنيا حلوه ومفيش مشاكل خلاص يبقى زي الفل، اعمل بقى امبروفمنت اشوف لو في فرص للتحسين او في فرص للتطوير. يبقى هم دول الثري لاينز، تمام؟ والنقطه ديت مهمه جدا ولازم تتذاكر كويس جدا. الـ ERM component، المكونات بتاعت الـ ERM Enterprise Risk Management، في عندنا خمس مكونات رئيسية هنقولهم كده بسرعة وبعد كده هناخد أو هنتناول كل واحدة لوحدها. أول حاجة الـ Governance and Culture، تاني حاجة Strategy and Objective Setting، تالت حاجة الـ Performance، رابع مرحلة الـ Review and Revision، خامس حاجة الـ Information, Communication and Reporting. The course of ERM framework consists of five interrelated components. تمام؟ 20 principles are distributed among the components. تحت الـ 5 components دول في 20 principle. تمام؟ تحت كل مثلا component 2-3 principle لحد ما كلهم 20 principle. The supporting aspects components are governance and culture والinformation communicating and reporting. والcommon process components are strategy objective setting والperformance والreview and revision. الكور بتاعت عملية الـ ERM التلات عمليات اللي هم الcommon process. الprocess نفسها اللي هو الstrategy والperformance والreview اللي هو رقم 2 و3 و4. إنما رقم 1 ورقم 5 اللي هو الـ Governance and Culture والـ Information, Communication and Reporting دي اسمها Supporting Aspects، تمام؟ طيب نبتدي بأول حاجة الـ Governance and Culture. Governance sets the organization's tone and establishes responsibilities for ERM culture relates to the desired behaviors, values, and overall understanding about risk held by the personnel within the organization. Five principles related to governance and culture. في خمس مبادئ تحت الـ governance and culture. أول حاجة the board exercise risk oversight. بص هنبتدي نعيد بقى نفس الكلام بس يعني بإيه؟ باستفاضة شوية وملل شويتين. The board exercise risk oversight.
البورد بيمارس بالنسبه للريسك الاوفرسايت الرقابه. The full board ordinarily is responsible for risk oversight. However, the board may delegate risk oversight to a board committee, such as a risk committee. يبقى دي من مهام البورد، وممكن في بعض الأحيان يعمل delegation لكوميتي من اللجان التابعة للبورد. Management generally has day-to-day responsibility for managing the performance and risks taken to achieve strategy and business objectives. لسه قايلين الكلام ده. The board's oversight role may include but is not limited to. ايه بقى الاوفرسايت رول ده بيتمثل في ايه؟ على سبيل المثال reviewing and challenging decisions related to strategy, risk appetite and significant business decisions زي المرجرز والاكوزيشن. ان هو بي ريفيو وبي تشالنج مع المانجمنت الديسيشنز، يعني المانجمنت تاخد قرار يقول لها لا طب انت خدتي القرار ده ليه، لا طب ما ممكن يبقى في قرار تاني احسن. المانجمنت تاخد قرار فهو يريفيو القرار بتاعها، ولكن ما نقدرش نقول ان البورد هو الديسيشن ميكر، لا المانجمنت هي الديسيشن ميكر، ولكن البورد بيريفيو وبيتشالنج الديسيشنز دي مع المانجمنت. ابروفنج المانجمنت كومبنسيشن، اكيد هو اللي بيحدد مكافئات ومرتبات السينيور مانجمنت. البارتيسيبيتنج ان ستيك هولدر ريليشنز، بارتيسيبيتنج ان ستيك هولدر ريليشنز ماشي، يعني هو المانجمنت يعتبر احد اطراف الستيك هولدرز، وبالتالي يعني بيحافظ او بيشارك في 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 بقيه الاطراف، او بيشارك في العمليه بتاعه الستيك هولدر ريليشنز اللي هم كل اللي بيتعاملوا مع المؤسسه. فنقدر نقول ان البورد من احد الاطراف او يعتبر احد اطراف الستيك هولدر، وكمان هو عضو مؤثر في علاقه المؤسسه ببقيه الاطراف. Risk oversight is most effective when the board. الأوفرسايت دي هتبقى فعالة وقوية لما البورد يبقى في النقط الآتية. أول حاجة إن البورد has the necessary skills, experience and business knowledge. أنا محتاج يكون عندهم السكيلز والإكسبيرينس والنوليدج ليه؟ علشان يقدروا يعملوا understand the organization's strategy and industry. لازم يبقوا فاهمين الاستراتيجي بتاعت المؤسسة والإندستري اللي طبيعة المؤسسة شغالة فيها. Maintain this understanding as the business context changes. تمام، والunderstanding ده مش يبقى الفترة محدودة، أنا عايز الunderstanding ده يبقى مستمر ويحصل له تغير لو الكونتكست اللي المؤسسة فيه تغيرت، فبالتالي الunderstanding ده بيتغير وبيتطور. Is independent of the organization. عايز البورد يبقى independent بشكل كبير عن الorganization. تمام، وأظن اتكلمنا قبل كده عن العضو المستقل الاندبندنت والاكزيكتيف والنون اكزيكتيف. Determines whether ERM capabilities and practices enhance value. تمام، من أدوار الأوفرسايت إن البورد يقول لي إذا كانت بقى الـ ERM، عملية الـ ERM في الآخر بتعمل enhance للفاليو ولا لأ. من أدوار الأوفرسايت كمان إن البورد understands organizational basis influencing decision making and challenges management to minimize them. تمام، اللي هو بيفهم المؤسسة ويشوف إذا كانت الإدارة، إدارة المؤسسة هل هي excessive risk avoidance or risk taking، هل هي بتميل بشكل كبير لتجنب المخاطر ولا للسعي ناحية المخاطر، risk taker أو risk seeker، ويتكلم معاهم ويتشالنج الديسيشنز بتاعتهم بخصوص الكلام ده. The organization establishes operating structures. ده البرنسبل التاني تحت الـ governance and culture. إن الـ organization establishes operating structures. They describe how the entity is organized and carries out its day-to-day operations. تمام. How the entity is organized and carries out its day-to-day operations. زي المؤسسة يعني طريقة المؤسسة ازاي هتحقق الـ day-to-day operations بتاعتها، ازاي العمليات بقى نبتدي نشوف العمليات بتاعت المؤسسة هتتم ازاي، وايه الطريقة اللي احنا هنحقق بيها الـ day-to-day operations او الـ daily objectives او الـ daily goals، يعني الحاجات اللي هي ايه الـ operations. بنتكلم عن الـ operations بنتكلم كده عن ايه
الاهداف السريعه، او اللي هي مش استراتيجيك ولا هي لونج تيرم، لا دي الحاجات اللي هي دي تو دي. They generally are aligned with the entity's legal structure and management structure. ماشي. هنا بيقول لك ان في فرق ما بين legal structure، ده بيدترمين how the entity operates as a single legal entity or a multiple or distinct legal entities. انما المانجمنت structure ده establishes reporting lines. Direct reporting versus secondary rules and responsibilities. Management is responsible for clearly defined rules and responsibilities. ماشي. الليجل ستراكشر الشكل القانوني بتاع المؤسسه، الشكل القانوني اللي احنا كلنا بنبقى عارفينه، يعني عارف انت مش عارف فيه اللي هي السولو ولا بارتنر شيب ولا شركات، ناخدها في انواع الشركات ولا شركات البرشير، يعني شركات مساهمه ولا whatever. انما المانجمنت ستراكشر لا، الاستراكشر ده بقى اللي هو مين اللي معاه الاثوريتي، مين اللي معاه الرولز، ايه الريسبونسبيلتيز، ايه مين بيتبع مين، ومين بي 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 بيدي انستراكشنز لمين، وهكذا. فاكتورز تو كونسيدر وين استابليشينج اند ايفالويتينج الاوبريتنج ستراكشرز انكلود ذا انتيتيز استراتيجي اند بزنس اوبجكتيفز including related risks. لازم اخد في اعتباري الحاجات دي وانا بعمل الستراكشر، operating structure بتاعت المؤسسه، والnature والsize والgeographic distribution، assignment of authority، types of reporting lines، reporting requirement. مش يعني كل ده كلام مش عايزين نضيع وقت كبير فيه بصراحه، لان السب يونت ده كبير وتقيل، وهو عايزين نبقى عارفين ايه المهم فيه. The organization defines the desired culture. The organization هي اللي بتحدد ال culture ال desired المرغوب فيها. The board and management are responsible for defining the culture. يبقى مين لازم تبقى واخد بالك من الحاجات دي، مين ال responsible for defining the culture؟ ال board وال management. Culture is shaped by internal and external factors. أكيد ال culture اللي بتتكون لدى المؤسسة بتأثر فيها عوامل خارجية وعوامل داخلية. Internal factors زي level of judgment and autonomy allowed to personal. Autonomy يعني الاستقلال بالذات، يعني كل شخصية، هل كل شخصية متأثرة بالمثلا المانجمنت اللي فوقيها ففي تبعية شديدة، ولا لا في شيء من الاستقلالية وفي اتخاذ القرار، والموضوع يعني فيه أريحية كده، يعني زي ما بنقول كده ممكن الحد يقدر يتخذ القرار بشكل مستقل، ولا في سنتراليزيشن قوية جدا وتبعية شديدة. ده بيؤثر في الكالتشر اكيد بتاعت المؤسسة. ستاندردز اند رولز، ستاندردز والرولز اللي معمول بيها في المؤسسة. ذا ريورد سيستم ان بليس، واكيد ونظام الريوردز. External factors include legal requirements, expectation of stakeholders سواء customers أو investors. ده كلام اتحرق قبل كده كتير. The organization's definition of culture determines its placement on the culture spectrum which range from risk averse to risk aggressive. هو عايز يقولك اللي في الآخر بقى culture بتاعتك تجاه الريسك هتبقى حاجة من الاتنين، يا إما انت راجل risk averse، راجل ماشي مش جنب الحيط، انت ماشي جوه الحيط مش عايز تتعرض لاي شكل من اشكال المخاطر، يا اما انت الاكستريم بقى الناحيه الثانيه خالص ريسك اجريسيف، انت راجل ريسك سيكر بتدور فين الريسكس وبتخش فيها لان انت عارف ان هاي ريسك هاي ريتيرن، يا اما ان انت ريسك نيوترال يعني متوسط او معتدل وبتقبل ريزنبل ديجري اوف ريسك، قصادها طبعا درجه مقبوله من الايه من البروفيت. ماشي. رابع principle هو the organization demonstrates commitment to core value. The organization's core values should be reflected in all its actions and decisions. احنا قلنا كل مؤسسة بيبقى عندها core values وبتسعى تبقى عبارة عن ايه المقبول بالنسبة لها وايه غير المقبول، ولازم ان كل ده يكون reflected في الاكشنز والديسيشنز بتاعتها. والإدارة طبعا هي اللي مسؤولة عن نشر الكور فاليوز دي ودرايه العاملين في المؤسسه بيها. The tone of the organization is the manner in which core values are communicated across the organization. When risk aware culture and tone are aligned, stakeholders have confidence that the organization is abiding by its core values.
تمام. لما يبقى فيه طبعا ريسك اوير كالتشر، المؤسسه فيها كل اللي فيها عندهم درايه وثقافه بالمخاطر، وان ده يبقى متماشي الايند مع التون اللي في المؤسسه، تمام، والاليه بتاعت اتخاذ القرارات، وان انا ما يبقاش مثلا انا بصدر للعاملين عندي ان انا الثقافه عندي ثقافه معينه، في حين يلاقوني بتخذ قرارات تتعارض مع الثقافه دي. هنا الناس مش هيبقى عندها ثقه في ان انا الثقافه بتاعتي دي فعلا هي ثقافه حقيقيه، وانما هي بس ثقافه مجرد ايه كلام كده وادعاءات وشعارات. انما لما يبقى فعلا الثقافه بتاعتي اللي انا حابب انشرها في المؤسسه للستيك هولدرز كلهم، ان احنا مؤسسه الثقافه بتاعتنا وات ايفر ما تكون بقى يعني ايه هي، وده ينعكس في الديسيشن بتاعتي. يعني انا مثلا راجل ريسك افيرس، انا ريسك افيرس خلاص، ما ينفعش ان انا ريسك افيرس يعني بتجنب للمخاطر، او واخد مثلا قرار ان انا هدخل في برودكت جديد في ماركت جديد في اندستري اصلا كلها فلكتويشنز، لا، يبقى انا كده الديسيشن بتاعي مش متعارض مع الكالتشر، مع الريسك كالتشر بتاعتي، انا كده في حاجه مش مظبوطه. تمام. طيب خامس، اسف، احنا هنا في نقطه، نفس النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، الكور فاليوز، وان انا لازم ان الديسيشنز بتاعتي تكون برضو متماشيه مع الكور فاليوز بتاعتي. انا بقول ان انا الفاليوز بتاعتي كذا وكذا وكذا، فبالتالي الديسيشنز اللي هاخدها لازم برضو تكون متماشيه مع الكور فاليوز. خامس مبدا هو the organization attracts, develops and retains capable individuals. تمام. لا، مهم ان انا ابقى عارف كل principle تحت ايه من الكومبوننت. يعني وارد جدا يجي لي في الامتحان يقول لي ان الاورجنايزيشن اتراكت ديفلوب اند ريتينز كيبل انديفيدوالز، ده بيلونج تو ويتش كومبوننت، ويقوم جايب لي مثلا governance اند كالتشر ولا ريفيو ولا performance. فمهم ان انا ابقى عارف كل performance، مش حفظ، هي لو فهمتها هتلاقيها ريليتد ببعضها. Management is responsible for defining the human capital necessary the needed competencies to achieve strategy and business objectives. أكيد طبعا المانجمنت هي اللي مسؤولة عن إن هي تحدد وتحصل على الـ human capital اللازم علشان أحقق الاستراتيجي والأوبجيكتيفز بتاعتي. The human resources function assists the management in developing competence requirement through process that attract, train, mentor, evaluate, reward and retain competent individuals. يبقى في فانكشن اسمها الهيومن ريسورسز بتساعد الاداره في ان هي تحصل على الريسورسز ديت، وان هي تدربها، وان هي تديها نظام مكافئات جيد، وان هي تحافظ في الابقاء عليها. لان ساعات بتواجهني مشكله ان انا بعد ما اجيب الريسورسز وادربها واخليهم مؤهلين، بس مش قادر اعمل لهم ريتين، مش قادر ان انا احافظ عليهم، فبالتالي يحصل تسريب من عندي للكواليفايد ريسورسز. فده شيء مهم جدا ان انا لازم اقدر اعمل لهم مينتيننج وريتيننج. Contingency plans should be developed to prepare for succession. Such plans train selected personnel to assume responsibilities vital to hiring. An example is training a risk manager to assume the position of risk officer. تمام، وبنعمل contingency plans. تمام، ان انا يعني ايه ببقى عامل زي تاهيل لكل ليفل كده، ان هو لو يبقى في ليفل اعلى، يعني انا مثلا اجيب ريسك مانجر مدير اقول له لا انت تعالى مثلا ايه، انا عايز اعرفك انت لو انت ريسك اوفيسر هتعمل ايه وايه المهام بتاعتك، وتاكت از ريسك اوفيسر. فدي كونتينجنسي بلانز علشان لو حصل عندي اي حاجه ابقى انا ما يحصلش عندي خلل في الريسورسز، ابقى انا دايما جاهز ببلان بي. تمام. الكومبوننت اللي بعد كده، يبقى احنا كده خلصنا الاول فيرست كومبوننت اللي هي كانت الجوفرنس اند كالتشر. الكومبوننت اللي بعد كده استراتيجي اند اوبجكتيف سيتنج، وديت بتتكون من اربع مبادئ فور برنسبلز. طيب تعالى اول نتكلم يعني ايه استراتيجي اند اوبجكتيف سيتنج. احنا بنقول الكلام ده على فكره احنا يعتبر قايلينه بس بيتعاد تاني، مش مشكله. استراتيجي ماست سبورت ذا اورجانيزيشنز ميشن vision and core values. الاستراتيجي وده لسه قايلينه لازم تكون بتسبورت الفيجن والميشن والكور فاليوز. The integration of ERM with the strategy setting helps to understand the risk profile related to strategy
and business objectives. Four principles relate to strategy and objective settings. أول حاجة, the organization analyzes business context and its effect on the risk profile. أول حاجة إن المؤسسة بتanalyze الـ business context. قلنا قبل كده يعني إيه الـ business context؟ بفهم الـ business, بفهم الـ industry, بفهم الـ products اللي هشتغل فيها, بفهم الـ technology اللي هشتغل فيها, بفهم الـ legal aspects, بفهم الـ business context كله من جوه ومن بره. And its effects on the risk profile, وتأثير ده على الـ risk profile. Business context pertains to the relationships, events, trends, and the other factors that influence the organization's strategy and the business objectives. Accordingly, business context includes the organization's internal and external environment. تمام كده؟ Internal environment زي ايه؟ قلناها قبل كده 100 مرة. و external environment زي ايه؟ قلناها قبل كده. Business context maybe. البيزنس كونتكست ده ممكن يكون دايناميك, يعني ايه؟ يعني متغير, changeable, دايما في تغيرات, new, emerging and changing risks can appear at any time, وده بيبقى صعب جدا في التعامل معاه. انت عندك دايناميك, شغال في دايناميك بيزنس كونتكست, عايزك تبقى صاحي جدا, ولازم دايما تبقى صاحي للايمرجينج ريسكس, كل يوم في ريسكس جديده. تمام؟ او كومبلكس. A context may have many interdependencies and interconnections. A transactional company has several operating units. ماشي, على سبيل المثال. ف complex هنا بقى ايه؟ مش dynamic. هو مش dynamic, مش متغير وسريع وكل يوم في حديده, بس هو معقد. كل حاجه ما ليها علاقه بحاجتين ثلاثه اربعه خمسه. فبالتالي ما تعرفش تطلع ريسك لوحده كده, لا, ده كل ريسك مسمع في ريسكات تانية, وكل كي كنترول بتحطه برضو بيكفر معاك ريسكس تانية. فبالتالي البيزنس كونتكست معقد, محتاج علشان تفهمه ان انت تبذل مجهود. ولكن حتى لو هو معقد اسهل من ايه؟ من الدايناميك. الدايناميك ده كل يوم فيه جديد, كل يوم فيه ريسكس جديده, كل يوم فيه تكنولوجي جديده, كل يوم فيه ليجل اسبيكتس جديده, وهكذا. Unpredictable ده بقى ايه؟ Change occurs rapidly and in unanticipated ways. ده بقى اسرع من, مش فكره اسرع من الدايناميك. انا ممكن الدايناميك بيحصل عندي تغيرات بس انا الى حد ما يعني مستوعبها, انما الانبريدكتبل ده انا اصلا مش قادر اتنبأ بالتغيرات اللي هتحصل. change occurs rapidly, تغيرات بشكل سريع جدا, وذن او and in unanticipated ways, مش قادر حتى ان انا اتنبأ بيها او اتوقع. طيب, كل ده في البرنسبل الاولاني. The effect of business context on the risk profile may be analyzed based on past, present and future performance. أكيد. لازم طبعا وانا بنظر للبزنس كونتكست بنظر ليه من الـ 3 dimensions دول, past will present will future. The organization defines risk appetite. يبقى الـ principle ده اللي انا الـ organization بتديفاين فيه risk appetite ده تحت any component, تحت الاستراتيجي والobjective setting. The organization considers its mission, vision, culture, strategy, risk capacity to set its risk appetite. وانا بحدد الريسك appetite بتاعي لازم اخد في اعتباري كل ده. وانا الفيجن بتاعتي ايه؟ وانا الميشن بتاعتي ايه؟ طب وانا الاستراتيجي بتاعتي ايه؟ طب انا الكاباسيتي بتاعتي ايه؟ طب الابيتايت بتاعي ايه؟ تمام؟ In setting risk appetite, the optimal balance of opportunity and risk is sought. تمام, وانا بحط الريسك appetite بتاعي, the optimal balance, بعمل اقصى درجة ممكنة من الموازنة ما بين الopportunity والريسك, باخدها في اعتباري. يعني انا دلوقتي معنى الريسك appetite, فانا قابل اتعرض لريسك قد ايه, ونفس الكلام اتعرض لكم قد ايه من الاوبورتيونيتي. خلي بالك, ما هو الاوبورتيونيتيز يعني مش عايز اتعمق معاكوا قوي في الحتت دي عشان ما يحصلش غلطه, بس ساعات العمق بيوضح الفهم شويه. يعني
الاوبورتيونيتيز مش ساعات، او مش شرط ان كلها دايما تبقى حلوه، لان انا ممكن يتفتح لي اوبورتيونيتي يبقى ظاهرها كويس جدا فتستهلك مني ريسورسز، اقول اه ماشي، اه اوبورتيونيتي جميله، خش فيها خش فيها، دي هتجيب بروفيت كويسه، تبعدني اصلا عن الاستراتيجي بتاعتي وعن الاوبجيكتيف بتاعي. انا مش ده كانش ما كانش الاوبجيكتيف بتاعي، بس وانا شغال ظهرت اوبورتيونيتي هي كويسه وهتجيب ربح بس هتبعدني عن الاستراتيجي بتاعي. مش بتكلم في ده هيبقى مقبول او لا، مش قراري، ده هيبقى قرار المانجمنت ساعتها والبورد، بس هي علشان كده لازم يبقى في اوبتيمال بالانس للاوبورتيونيتي والريسك. طيب ريسك ابيتايت از ريرلي سيت اباف الريسك كاباسيتي، ده طبعا شيء باللوجيك، يعني استحاله ان الابيتايت يبقى اعلى من الكاباسيتي. الابيتايت ممكن يكبر لحد ما يبقى ايكوال للكاباسيتي، خلاص ده انا كده مؤسسه، يعني ايه، بص فاتح صدري هاخد ريسك لما اقول يا بس، وراجل ريسك سيكر ريسك تيكر ما حصلتش. انما الابيتايت عمره ما يزيد عن الكاباسيتي، لان الكاباسيتي ده اقصى حاجه انا اقدر اتحملها، فبالتالي لو تحملت فوقيها زي ما قلت لك يحصل لي انهيار. ريسك ابيتايت ماي ريسك ابيتايت ماي بي اكسبريسد كواليتيفلي لو مودريت هاي، ماشي ممكن بتعبر عنه بشكل كواليتيتيف او بشكل كوانتيتيف. كوانتيتيف هيبقى فاينانشال اماونت او برسنتج، بات ات شود ريفلكت هاو ريسك اسسمنت ريزلت ار اكسبريسد، ولازم نقول طبعا احنا النتيجه دي وصلنا لها ازاي. ذا بورد ابروفز ريسك ابيتايت، مين اللي بيابروف الريسك ابيتايت؟ البورد. المانجمنت كوميونيكيتد ثرو اوت ذا اورجانيزيشن، ولازم يبقى معروف للمؤسسه كلها الابيتايت بتاعنا. The organization evaluates alternative strategies and their effect on the risk profile. Approaches to evaluate strategy include the SWOT analysis. The SWOT analysis ده اللي هو the strengths and weaknesses with opportunities with threats, competitor analysis and scenario analysis. كل دي وسائل أو طرق approaches للanalysis بعملها للstrategies بتاعتي. تمام، علشان عايز اشوف انا الاستراتيجي اللي هشتغل بيها ايه، لان انا كل استراتيجي ليها تاثير مختلف على الريسك. تمام، the organization must evaluate the strategy's alignment with its mission والفيجن والكور والفاليوز، لازم الاستراتيجي بتاعتي تكون متماشيه مع الكلام ده. انا حاسس ان احنا عمالين نعيد ونزيد في نفس الكلام. the implication of the chosen strategy، وايه الاثار المترتبه على الاستراتيجي اللي هختارها. Strategy should be changed if it fails to create, realize, or preserve value. لو الاستراتيجي لقيتها مش بتعمل لي create, realize, or preserve للفاليو، يبقى انا اذا كده لازم محتاج ان انا اعمل change للاستراتيجي دي. تمام؟ طيب. The organization establishes business objectives. The organization establish business objectives that align with the support strategy. نفس الكلام اللي قلناه، انا فيجن وميشن وكور فاليوز، بعد الكور فاليوز بيبقى عندي استراتيجي، بحط الاستراتيجي لازم تكون بتعكس كل اللي قلناه قبل كده، بعد كده بحط اوبجكتيفز، لازم الاوبجكتيفز تعكس فيها الاستراتيجي. البيزنس اوبجكتيفز ار سبيسيفيك ميجرابل اوبزرفبل اند اوبتينبل. تمام، سبيسيفيك لازم الهدف بتاعي يبقى محدد قابل للقياس، ميجرابل اوبزرفبل اقدر ان انا يعني اكون بتابع واشوف واقيس تطور او تحركي ناحيه الهدف ده، and obtainable وان انا يعني يمكن الوصول اليه او achievable اقدر إيه؟ يعني هدف يقدر يتحقق، زي ما اتكلمنا في الميشن قلنا ان في purpose حاجه obtainable achievable، انما في الفيجن لا، انا بحط aspiration انما مش achievable. أو business objectives may relate to among others financial performance, operational excellence, or compliance obligations. دي ممكن تبقى أشكال objectives، يا إما متعلقة بالfinancing، يا إما بالعمليات والoperations، يا إما بالcompliance. يبقى أنا في عندي financial objectives وoperational objectives وcompliance objectives. Performance measures, targets, and tolerances are established to evaluate the achievement of objectives. أكيد طبعاً بحط مقاييس للperformance وتارجتس وتولرنسز عشان اقيس مدى تحقيقي او الاتشيفمنت بتاعي للاوبجكتيفز. انا كنت والله التارجت كذا، في الاخر بقى حاطط بيرفورمانس ميجر او تارجت بشوف انا وصلت لكذا ده ولا لا، ما قدرتش اوصل له ولا وصلت له بزياده. تمام،
ده كده كان الـ second component، الـ strategy and objective setting. الـ third component الـ performance. الـ ايه؟ الـ performance. Performance relates to ERM practices that support the organization's decision in pursuit of value. Those practices consist of identifying, assessing, prioritizing, responding, and developing a portfolio view of risk. Five principles. يبقى الكومبوننت بتاع البرفورمانس في five principles. مش مطلوب طبعا ان انا ابقى حافظ تحت كل واحده في كام principle يعني، بس اللي مطلوب ان انا اكون عارف. لو جيت قلت لك الايدنتيفيكيشن، ريسك ايدنتيفيكيشن، ده بيبلونج ايه بالظبط من الكومبوننت؟ تقول لي اه لا ده للبرفورمانس. تمام. The organization identifies risks. هيشرح لك هنا في البرفورمانس دي عمليه الريسك مانجمنت. هقول الايدنتيفيكيشن والاسسمنت والبرايورتيزيشن والريسبوندنج، هو دي البرفورمانس. عشان كده كنت بقول لك من شويه ان البرفورمانس المقصود بيه هنا البرفورمانس بتاعي تجاه الريسك. The organization identifies risks that affect the performance of strategy and the business objectives. The organization, ده البرنسبل الاولاني، هيتكلم بقى عن الايدنتيفيكيشن، ريسك ايدنتيفيكيشن. اتكلمنا طبعا عنها قبل كده بس ماشي يعني نجو ثرو كده بسرعه. The organization should identify risks that disrupt operations and affect the reasonable expectation of achieving the strategy. اكيد اي حاجه هتاثر على الاوبجكتيفز بتاعتي لازم تعتبر risks، هعمل لها ايدنتيفيكيشن. New emerging and changing risks are identified. اي risks جديده emerging changing لازم اعمل لها identification. The organization also identifies the opportunities، ولازم كمان بحدد the opportunities. These are actions or potential actions that create or alter goals or approaches for the creation, preservation or realization of value. They differ from positive event occurrences in which performance exceeds the original target. هيخليني انا اصلا عندي اوبجكتيف معين او عندي تارجت معين، لا الاوبورتيونيتي دي ممكن تخليني اكسيد الايه التارجت، وبيبقى ليها تبقى ريليتد للبوزيتيف ايفنت وليها بوزيتيف امباكت. طيب ريسك ايدنتيفيكيشن ميثودز، اقدر ان انا احدد الريسكس او اتعرف عليها من خلال كذا طريقه او كذا ابروتش. انكلود اول حاجه دي تو دي اكتيفيتيز، الشغل اليومي الدي تو دي activities دي من خلالها اقدر ارصد مخاطر جديده وبالتالي احددها. simple questionnaires، questionnaires اللي اوزعها على الناس، المانجمنت الاداره ممكن توزعها على الناس. يا جماعه لو والله كل واحد، طبعا الناس اللي شغاله بايديها، لو كل واحد شايف في اي مشكله او في اي مخاطر ممكن يكون بيتعرض ليها اثناء عمله او نظام العمل بيتعرض ليها او المؤسسه بتتعرض ليها، يا ريت تكتبوها. facilitated workshops ان انا اجيب الناس واقعد معاهم، يبقى في حد facilitator فاهم، ممكن يكون الراجل بتاع الريسك، ممكن يكون الراجل بتاع الاوديت، يقعد ويتكلم مع الناس ويفهمهم يعني ايه ريسك، يعني ايه ريسبونس، يعني ايه كنترول، يعني ايه ريزيدوال، يعني ايه انهيرنت. طب يلا نفكر نعمل برين ستورمنج، ايه ممكن تكون ريسكس بتواجه المؤسسه وما شابه. انترفيوز، داتا تراكنج. The risk inventory consists of all risks that could affect the entity. قلنا الديفينيشن ده من شويه. Risk and opportunity identification should be comprehensive across all level and functions of the entity. اكيد طبعا الايدنتيفيكيشن بيبقى على مستوى المؤسسه كلها. The organization assess، ده البرنسبل الثاني بقى. خلصنا الايدنتيفيكيشن نخش على الاسسمنت. The organization assess the severity of risk. Severity دي بتتقاس ازاي؟ بتتقاس بعنصرين، likelihood و impact. في عناصر ثانيه؟ اه في عناصر، بس ده الاشهر. الاشهر ان انا بعمل الاسسمنت باللايكليهود والامباكت. common measures، common ده الشائع. common measures of severity include combinations of impact and likelihood. طيب يبقى انا عشان اقيس الريسك اشوف الريسك ده تاثيره ايه على المؤسسه، بعمل له حاجه اسمها اسسمنت، تقييم. طب التقييم ده هعمله ازاي؟ هضرب الامباكت في اللايكليهود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الريسك ده
من المحتمل ان هو يحصل قد ايه؟ كم يعني التواتر بتاعه في الحدوث بيحصل بشكل متواتر بشكل متكرر ولا على فترات متباعدة ولا هو ممكن يحصل مرة في العمر ولا كل فين وفين؟ تمام؟ فانا بحسب اللايكليود بتاعته وبحسب الامباكت، هو الريسك ده لو وقع لو حصل الامباكت علينا الاثر علينا هيبقى عامل ايه؟ ذا ريزلت اور افكت اوف ذا ريسك امباكت مي بي بوزيتيف اور نيجاتيف. الاثر علينا الريسك ده هو لو حصل الامباكت بتاع لو حصل زلزال والشركه بتاعتنا وقعت على الارض، هل نفس الامباكت ان مثلا لو حصل حريق في 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 مخزن؟ وهل نفس الامباكت بتاع لو حصل مثلا يعني عايزين نقول مثلا ايه، لو حصل حريق بس في المبنى كله، هل نفس الامباكت لو حصل حاجة تانية خالص مثلا متعلقة بتغير في أسعار العملة؟ كل حاجة كل حاجة وليها امباكت يؤثر على عمل أو على المؤسسة، يؤثر على أو يؤثر في البورتفوليو بتاعت الريسك بتاعت المؤسسة. كل حاجة من دول ممكن حاجة ينتج عنها تعطل للعمل، ممكن حاجة ينتج عنها تعطل للمؤسسة أصلا، انهيار للمؤسسة، ممكن حاجة تانية لا تبقى بسيطة أصلا لا تكاد تذكر أو لا تكاد تلاحظ. فأنا بجيب الإمباكت وبجيب اللايكلي هود بضربهم في بعض يطلع لي حاجة اسمها الريسك سيفيريتي. الريسك سيفيريتي دي اللي هي بقى تقول اه الريسك ده والله ده ريد ده امبر ده جرين ده الريسك ده هاي ده ميد ده لو، وبالتالي بناء على الاسسمنت ده خلي بالك هبتدي اتعامل. عشان كده الاسسمنت ده مهم جدا، لان نرجع لنقطه كنا اتكلمنا فيها قبل كده، هو ليه المؤسسه ما تعالجش الريسكس كلها يا عم؟ مش مشكله، ما تفرقليش ايه مرتفع وايه منخفض وايه متوسط، انا كده كده هحاول احط ريسبونسز للريسكس كلها. خلي بالك انت في محكوم بريسورسز، ما عادش موارد تكفي كل ده، فانت عاوز تحدد ايه الريسكس الهاي او الكي ريسكس عشان تبتدي تتعامل معاها اولا ثم بعد كده ما يليها. تمام، ده تايم. يبقى قلنا يعني ايه امباكت ويعني ايه likelihood. The time horizon to assess risk should be identical to that of the related strategy and the business objective. For example, the risk affecting a strategy that takes 2 years to achieve should be assessed over the same period. أكيد. يعني ماشي، يقول لك خد في اعتبارك الوقت، يعني انا بقيم مخاطر استراتيجية معينة، فالاستراتيجية دي مثلا انا بقول ان انا هشتغل على الاستراتيجيه ديت لمده سنتين، بعد كده السنتين اللي بعديها الاستراتيجيه بتاعتي هتختلف، فانا لازم اكون واخد في اعتباري ان الريسكس بتاعتي دي هتكون موجوده معايا لمده السنتين دول، بعد كده لما الاستراتيجيه هتختلف الريسكس هي كمان هتختلف، فبالتالي لازم التايم هورايزن او التايم دايمنشن اخد في اعتباري. ريسك از اسيست ات مالتيبل ليفلز، ممكن على مستوى الانتيتي، على مستوى الديفيجن، الاوبريتنج يونت، الفانكشن اوف ذا اورجانيزيشن. The severity of a risk may vary across levels. وأكيد درجة الـ severity هتختلف تبعاً لدرجة الـ level اللي أنا بقيم عليه. For example, a risk with high severity at the operating unit level may have low or moderate severity at the entity level. أكيد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي بعمل assessment للريسكس الموجودة في مثلا الفانكشن بتاعت الاتش ار، الهيومن ريسورسز فانكشن، فلقيت في عندهم مثلا الريسك معين، الريسك ده بالنسبه لهم هم كهيومن ريسورسز ده هاي ريسك. تمام، لكن تعالى بقى ننظر للريسك ده على مستوى المؤسسه كلها، على مستوى المؤسسه ايه كلها، لا ممكن تلاقيه ان هو بقى ما بقاش هاي، ده بقى ميديوم. تمام، ليه؟ لان احنا نظرتنا في التقييم اختلفت. انا بعد ما كنت عامل فوكس على الهيومن ريسورسز فلقيت عندهم مثلا 20 ريسك، قلت لهم والله انتوا في عندكم 2 هاي و7 مثلا ميديم و11 ريسك لو، لا انا نظرتي دلوقتي بقيت ببص بصوره عامه على مستوى الانتيتي، فممكن ووارد ان الريسك ده درجته تقل، وارد يفضل زي ما هو، على فكره ده وارد وده وارد، بس وارد درجته تقل لان انا الفوكس بتاعي حصل ايه؟ زوم اوت، فبالتالي الماتيرياليتي بتاعتي
هتختلف شوية، لأن أنا ببص على مستوى الانتيتي ككل. وممكن الاسيسنج ده يكون كواليتيتيف او كوانتيتيف، ودي قلناها من شويه. كواليتيتيف يعني لو ميديوم هاي، كوانتيتيف بقى يعني احوله للاماونت او برسنتج. تمام. ميثودز ار الكوانتيتيف ميثودز ار مور بريسايز، دي طبعا اكثر دقه اكثر من الكواليتيتيف ميثودز. وفي عندنا اكزامبلز حاجه اسمها decision trees والموديلنج اند مونتي كارلو سيميوليشن. ماشي. The organization should reassess severity whenever triggering events occur, such as changes in business context and risk appetite. قلنا ان انا دايما عمليه الاسسمنت دي مش بتتعمل مره واحده وخلاص، لا انا لازم دايما بعمل ري اسس، لان انا دايما في عندي تشينجز، وفي عندي emerging ريسكس، في عندي نيو ريسكس، خاصه لما يحصل triggering event occur. لما يحصل عندي trigger event، تهيألي قلنا يعني ايه trigger event قبل كده، بس خلينا نقوله تاني لان هو يعني مصطلح مهم. التريجر ايفنت ده هو الشرارة بتاعة الريسك، الشرارة الريسك علشان يقع خد له حوالي يعني 3 مراحل، بس ده مش مجالنا. بس أول مرحلة فيهم هي التريجر ايفنت، دي شرارة انطلاق الريسك. فأنا مش بستنى لحد ما الريسك يظهر لي كده كامل بنفسه وابتدي أقول تعالى بقى أتعرف عليه وأخد بالي وأتحوط منه وأحط الريسبونس، لا أنا أول ما بيحصل التريجر ايفنت برصده وابتدي أشتغل. The risk assessment should consider inherent risk, target residual risk, and actual residual risk. ماشي، بياخد الكلام ده في اعتباره. Assessment result may be presented using a heat map, which highlights the relative severity of each risk. The warmer the color, the more severe the risk. ممكن نعمل حاجة لذيذة كده اسمها heat map. قام جاي قايل likelihood هنا اهو، والimpact هنا، والريسك. والله الريسك ده الامباكت بتاعه كام؟ 3. طيب واللايكليود بتاعته كام؟ 3 برضو، يبقى مكانه هنا. طب الامباكت بتاعه 4، اللايكليود بتاعته 3، يبقى مكانه هنا. طب 1-1 هيبقى هنا. دي اسمها هيت ماب. ايه وظيفتها بقى؟ ان هي مجرد ما هبص عليها كده اعرف ان الريسكس اللي واقعه هنا دي كده الريسكس دي لازم اللي واقعه في المنطقه اللي هي الدارك جراي دي، دي كده ريسكس خطيره لازم اتعامل معاها في اقرب وقت واوفر لها الريسورسز الكامله للتعامل معاها، بعد كده ما يليها ثم ما يليها. تمام. وتقدر كمان الهيت ماب دي تديني صوره عامه عن الريسكس اللي بتتعرض ليها المؤسسه. طيب عملت الاسسمنت بتاعي، الخطوه بقى اللي بعديها ان انا اعمل الايه؟ البريوريتيزيشن ريسكس. ابتدي بقى ارتب الاولويات. خلاص انا بافتراض ان احنا حولناها لصوره كميه بقى، فانا بقى عندي لو الريسك ده مثلا اللايكلي هود 4 والامباكت 4، فبقى عندي 4 في 4 ب 16، في ريسك السيفيريتي بتاعته 16، وفي ريسك تاني ب 12، وفي ريسك تالت ب 9، وهكذا. فهبتدي اعمل ترتيب بقى برايورتيزيشن، وابتدي اقول يبقى رقم 12 ده السيفيريتي بتاعته 12 هتعامل معاه الاول، بعد كده التسعه، بعد كده السبعه، وات ايفر يعني. Risk prioritization enables the organization to optimize the allocation of its limited resources. نفس الكلام اللي قايلينه من شويه. In addition to severity, the following factors are considered when prioritizing risks. لازم اخد في اعتباري الحاجات دي بالاضافه للسيفيريتي. ايه؟ الاجريد اون كرايتيريا. تمام. لو في اي كرايتيريا تانيه احنا كنا يعني في المؤسسه بناخدها في اعتبارنا بخلاف الامباكت واللايكلي هود، احنا قلنا من شويه ان مش دول لوحدهم، دول الكومن ميجرز، دول الحاجات الكومن كرايتيريا اللي بعتمد عليهم وانا بعمل الاسسمنت للسيفيريتي، الامباكت واللايكلي هود. طب في حاجات تانيه؟ في ايه هنقولهم؟ ولازم اخد في اعتباري الريسك ابيتايت، لازم اخد في اعتباري الامبورتنس اوف ذا افكتد بزنس اوبجيكتيفز، الاوبجيكتيفز اللي هتتاثر، ولازم اخد في اعتباري
organizational levels affected، والorganizational level اللي هيتأثر بال ال risks دي. طيب ايه بقى يا باشا هي الكرايتيريا، الاذر كرايتيريا؟ Criteria are used to evaluate the characteristics of risks and to determine the entity's capacity to respond appropriately. Higher priority to is given to risks that most affect the criteria. Example criteria include the following. Complexity is the nature and scope of a risk, interdependence of risks. هل الريسك اللي انا بتعامل معاه ده هو ريسك كده خلاص انا قادر ارصده واعمل له اكزليشن كده اعزله لوحده واتعامل معاه دايركتلي، ولا الريسك ده مرتبط بمجموعه من الريسكس ففي ما بينهم انترديبندنس او في ما بينهم كوريليشن، فانا مش قادر احدد الريسك لوحده ده هو مرتبط ومسمع في كذا حاجه. كل طبعا ما الكومبلكستي هتزيد كل ما خطوره الريسك ده هتزيد، كل ما بالتالي وانا بعمل البرايورتيزيشن بتاعي لازم الريسك ده هيبقى في اول اولوياتي. الفيلوسيتي، velocity is the speed at which a risk affects the entity. الفيلوسيتي يعني مدى سرعه ان من اول ما الخطر ده يحصل لحد ما الامباكت بتاعه ياثر في المؤسسه، ما بين وقوع الخطر او حدوث الخطر يعني او الخطر يقع لحد ما ياثر في المؤسسه الامباكت بتاعه الفاينل امباكت بيبقى في فتره زمنيه. كل ما الفتره الزمنيه دي تكون طويله وكبيره دي حاجه كويسه، لان انا كده عندي وقت اني احاول الحق الدنيا، فبالتالي الامباكت اللي يوصل يبقى قليل. انما لو كل ما الفيلوسيتي تبقى صغيره لا دي حاجه وحشه ليا، فبالتالي هتزود من الخطر ومن السيفيريتي بتاعت الخطر. البرزيستنس is how long a risk affects the entity including the time it takes to the entity to recover. البرزيستنس ليها بقى علاقه بالوقت اللي انا اقدر اعمل فيه ريكفري. خلاص انا الريسك وقع تمام والامباكت بتاعه وقع، بس انا بحاول اعمل ريكفري. دي عكس الفيلوسيتي، كل ما المده بتاعه اللي انا هعمل فيها ريكفري تبقى شورت كل ما دي حاجه كويسه بالنسبه لي. انما كل ما المده علشان اعمل ريكفري تبقى لونج تايم او لونج بيريد دي حاجه سيئه بالنسبه لي، وبالتالي تزود من السيفيريتي بتاعه الريسك. طيب الادابتابيلتي از ذا انتيتيز كاباسيتي تو ادجاست اند ريسبوند تو ريسكس. الادابتابيلتي دي تقدر تقول الابيليتي، تقدر تقول الكابابيلتي، القدره او الكاباسيتي، القدره بتاعتي علشان اريسبوند للريسك. يعني هل الريسك ده انا عندي الادابتابيلتي ان انا اريسبوند احط ريسبوند ليه؟ لو عندي تمام يبقى دي حاجه اكيد هتقلل من السيفيريتي بتاعته، بعكس ريسك تاني للاسف ما عنديش الادابتابيلتي ولا الكاباسيتي ان انا اتعامل معاه او ان انا احط له ريسبوند. ريكفري، ريكفري از ذا انتيتيز capacity not the time to return to tolerance. هي تمام الريكفري هنا بيتكلم عن الكاباسيتي والابيليتي بتاعتي ان انا اعمل ريكفري، بس مش بيتكلم عن التايم. التايم بتاع الريكفري اللي ليه علاقه بالبرزيستنس. لو انا بتكلم عن ريكفري تايم يبقى برزيستنس، انما لو بتكلم عن ريكفري ابيليتي وريكفري كاباسيتي يبقى ريكفري. طب لو بتكلم عن الكاباسيتي والابيليتي عموما علشان اريسبوند للريسك ده او ان انا اديل وذ الريسك ده يبقى دي كده الادابتابيليتي. كرايتيريا مركبه
ومشابهة لبعضيها جدا، ولكن في اختلاف من كل واحدة والتانية. Higher priority also is assigned to risks that approach or exceed the risk appetite. أكيد طبعا ده اللي هيبقى في أول أولوياتي، الـ risks اللي بتكسيد الـ risk appetite. Close performance levels to approach the outer limits of tolerance. ماشي، أكيد واللي خارج الـ tolerance بتاع الـ performance بتاعي. أو الـ risks اللي بتأفكت الـ entire entity or occur at the entity level، أو اللي بتحصل على مستوى المؤسسة ككل. دي هتبقى أكيد في أول أولوياتي. طيب رابع principle هو الـ risk response. الـ risk the organization identifies، إحنا خلاص عملنا الـ identification، عملنا الـ assessment، بعد الـ assessment عملنا الـ prioritization وحددنا إيه الـ risk. خلاص يبقى أنا عرفت إن risk C ده أول risk هتعامل معاه، بعد كده risk B، بعد كده risk D، بعد كده risk A. طب تعالى بقى نمسك واحد واحد ونشوف هتعامل معاه ازاي، ودي اسمها risk response. The organization identifies and selects risk responses, recognizing that risk may be managed but not eliminated. الريسك بيتعمل له manage, mitigation, management, not elimination. ما بعملش elimination لريسك، لان elimination معناها ان انا اقضي عليه، وما فيش ريسك اقدر اقول ان انا completely eliminated. Risks should be managed within the business context and objectives, performance targets and risk appetite. أكيد. The following are five categories of risk responses. تمام، ديت الخمس أشكال للريسك ريسبونس، مالهمش سادس، خمس أشكال. أول حاجة إن أنا أعمل acceptance، أقول خلاص no action is taken to alter the severity of the risk. أنا متقبل الريسك ده ومش هاخد أي action. Acceptance is appropriate when the risk is within the risk appetite. الطريقة دي كويسة جدا لما يبقى الريسك أصلا وهو في الانهيرنت بتاعه within the risk appetite، يبقى انا اذا خلاص كده مش محتاج ان انا احط كنترول. طيب يبقى اول حاجه acceptance. تاني حاجه ان انا ممكن اعمل avoidance. لا يا باشا، الريسك ده انا ما اقدرش عليه ولا حتى اقدر احط له كنترول. action is taken to remove the risk. remove the risk اصلا. avoidance typically suggests no response would reduce the risk to an acceptable level. انا مش هقدر احط response control يخلي لي الريسك ده في الابيتايت بتاعي. الريسك ده انا ما اقدرش عليه، طب اعمل ايه؟ لا، اقفل لي الباب بتاع الريسك ده واستريح منه خالص. زي ايه مثلا؟ خط انتاج، الغي خط الانتاج. عندي فرع في منطقة، المنطقة دي كل شوية بيحصل فيها مثلا فيضانات، هو تلاقيه بيحبوا الموضوع ده في الامتحان، يقول لك فيضان ومش عارف ايه. احنا هنا ما عندنا فيضان، ايه يا عم الحاج؟ بس هو هيجيب لك كده فيضانات، زلازل، مش عارف ايه. فانا الفرع ده دايما بيحصل بيتعرض لفيضانات وزلازل وبراكين وكده، لا اقفل الفرع. فانا عملت كده ريسك افويدنس، ما عنديش كنترول يقدر يخلي لي الريسك ده في الابيتايت، هعمل ايه؟ تمام؟ طيب ثالث حاجة الـ pursuit. action is taken to accept increased risk to improve the performance without exceeding acceptable tolerance. الـ pursuit ده الـ response ده بيبقى مع حاجة واحدة، مع الـ opportunity، والـ opportunity هي بيبقى معاها الـ response ده، إن أنا أعمل pursuit، ان انا اسعى لاستغلال الاوبورتيونيتي. action is taken to accept increased risk to improve the performance. اهو بص، risk to improve the performance، ايه ده؟ الاوبورتيونيتي. ما انا قلت لك الاوبورتيونيتي هي risk، هي بس احنا علشان نميزها فبنقول عليها opportunity. رابع approach او يعني رابع response من انواع responses هو الـ reduction. action is taken to reduce the severity of risk. بحط control علشان يقلل لي الريسك.
وليكن بقى ايا ما يكون بقى، مثلا الحريق فانا حاطط نظام اطفاء، فانا كده بعمل ريدكشن، او بعمل ريدكشن دي يعني هي ميتيجيشن، بعمل ريدكشن للريسك، بعمل ميتيجيشن للريسك. تمام؟ مثلا فلوس فحاططها في خزنه، ده ريدكشن للريسك. اخر حاجه شيرنج، اكشن از تيكن تو ريديوس ذا سيفيريتي من خلال ايه بقى؟ باي ترانسفيرنج ا بورشن اوف ريسك تو انذر بارتي. اشهر حاجه ليها طبعا الانشورنس والاوت سورسنج والهيدجنج والجوينت فينتشرز، ان انا مش هقدر اشيل الريسك ده لوحدي، الشيله بتاعتي تقيله عليا، فبقوم عامل حاجه اسمها شيرنج ريسك، ان انا بترانسفير جزء من الريسك ده لحد تاني، زي مثلا الانشورنس، والله العربيه بتاعتي انا خايف عليها تتخبط، فبالتالي رحت امنت عليها في شركه عشان لو لا قدر الله وقع الريسك وان العربيه حصل حادث، فبالتالي الاقي حد هيدفع مثلا 70 80% من تكلفه الاصلاح وانا اشيل ال 20 30. هيدجنج، الهيدجنج ده من اشكال شيرنج، انا متخوف ان سعر الدولار السنه الجايه هيزيد او الشهر الجاي، مش الشهر الجاي هيزيد، فبالتالي بقى عامل ايه؟ بشتري من حد عمله مثلا بسعر الحالي، تمام؟ بشتريها بالسعر الحالي بس اقول له هتوفرها لي الشهر الجاي، تمام؟ فبالتالي انا كده نقلت له هو الريسك، فبالتالي لو سعر العمله زاد الشهر الجاي هو اللي ايه؟ هيتحمل الريسك ده. جوينت فينشر، والله عايز ادخل في ماركت جديد بس خايف لان الماركت ده ما دخلتوش قبل كده، فبدل ما اشيله لوحدي انا، طب ما اروح اجيب شركه تانيه معايا واحنا الاثنين ندخل في الماركت ده، فبالتالي لو حصل خساره هتبقى علينا احنا الاثنين، فانا كده عملت شيرنج للريسك. اوت سورسنج، بجيب حد اوت سورس يعمل لي فانكشن معينه علشان انا ما اتحملش مخاطرها او هو يتحمل مخاطر يعني. فهو فكره الشيرنج عموما ان انا بجيب حد كده معايا اقول له تعالى شيل يا باشا الشيله دي معايا، مش هقدر اشيلها لوحدي. The following are the factors considered in selecting and implementing a risk response. وانا بختار او باخد الريسك ريسبونس لازم اخد الحاجات دي في اعتباري. They should be chosen for or adapted to the business context. طبعا لازم تبقى الريسبونسز دي متماشيه مع البيزنس كونتكست اللي انا فيه. Costs and benefits، اكيد طبعا اي ريسبونس هاخده لازم ان البنفيتس اللي هتعود من عليه تبقى اكتر من الكوست. They should further compliance with obligations and the achievement of expectations. تمام، لازم الريسبونسز دي طبعا تبقى تحقق لي الكومبلاينس مع الستاندردز والريجوليشنز، ما اروحش اختار ريسبونس يعني مثلا في اماكن، لسه بنتكلم على الشيرنج الهيدجنج، في مؤسسات طبيعه عملها اصلا تلاقي الهيدجنج ده مش مسموح بيه، مش مسموح بقى بالهيدجنج، تمام؟ فبالتالي ما يجيش بقى يقول لك والله انا عايز اتحوط من الريسك بتاع مش عارف الدولار ده فانا هعمل هيدجنج، ما هو يعني باي بوك صح، الهيدجنج فعلا من الشيرنج من وسائل الريسبونس، ولكن هو كده هيسمع معاك في الكومبلاينس لان انت ممنوع ان انت تعمل هيدجنج، فلازم يبقى الريسبونس بيراعي الكومبلاينس الاندستري والستاندرز والريجليشن وما الى ذلك. They should bring risk within risk appetite and result performance outcome within a tolerance. لازم يخلي الريسك بتاعي الريسبونس بعد ما باخده عشان يبقى ريسبونس ناجح، انه يخلي لي الريسك بقى في الابيتايت ويخلي لي البرفورمانس بتاعي within a tolerance. Risk response should reflect risk severity. اكيد الريسك ريسبونس لازم يرفلكت الريسك سيفيريتي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا الريسك سيفيريتي كان عندي 3 ريسكس، فواحد طلع لي السيفيريتي بتاعته هاي ميديوم ولو، فاكيد وانا باخد الريسبونس هاخد الهاي الاول الميديوم بعد كده اللو. Control activities are designed and implemented to ensure risk responses are carried out. يبقى يعني ايه كنترول اكتيفيتي؟ الكنترول اكتيفيتي دي اللي هو مش انا قلت انا هاخد ريسبوند ان انا هعمل ريدكشن، طيب هعمل ريدكشن ازاي؟ محتاج كنترول اكتيفيتي. مش انا قلت انا هعمل شيرنج، طب هعمل شيرنج ازاي؟ محتاج كنترول اكتيفيتي. يبقى الكنترول اكتيفيتي دي هي دي البروسيس اللي بتعمل لها
ديزايند وبت امبلمنت بعمل لها ار ديزايند اند امبلمنتد تو انشور الريسك ريسبونسز ار كاريد اوت. وجايه بالتفصيل في اليونت الجاي ان شاء الله نتكلم عن الكنترول اكتيفيتيز لحد ما نزهق. Organization ده اخر principle معانا في الـ في الـ في الـ في الكومبوننت ده. The organization develops and evaluates its portfolio view of risk. The culmination of risk identification, assessment, prioritization, and response is the full portfolio view of risk. هو الميكس اللي احنا او الستبس اللي احنا مشيناها دي كلها في الاخر هتجيب لي بقى في الاخر ايه البورتفوليو فيو اوف ريسك. ايه البورتفوليو؟ ارجع لاول المحاضره او اول السيشن دي اتكلمنا فيها يعني ايه البورتفوليو فيو اوف ريسك. The following four risk views have different levels of risk integration. Risk view minimal integration. Risks are identified and assessed. Emphasis is on the event, not the business objective. تمام. وانت يعني الريسك فيو وانا بعرض الريسك ممكن يبقى في عرض من خلال اربع طرق. اول حاجه الريسك فيو ان انا بعرض الريسك هو لوحده كده الايدنتيفيكيشن بتاعه الاسسمنت وما بجيبش ايه علاقته بالاوبجكتيف، وده طبعا يعني اقل الدرجات، درجه يعني على تعبانه. تاني مرحله او تاني درجه الريسك كاتيجوري فيو فيها ليميتد انتجريشن. Identified and assessed the risks are categorized based on operating structure. بجيب بقى الريسكس اللي زي بعضها مع بعضها وابتدي اقول اعمل لها التحديد والاسسمنت. دي طريقه افضل شويه ولكن مش احسن حاجه. ثالث مرحله مرحله الريسك بروفايل فيو partial integration. دي بقى فيها انتجريشن بس بشكل جزئي. Risks are linked to the business objectives. بيبتدي هنا بقى يلنك الريسكس بالobjectives. الكلام ده فين يا جماعه؟ الكلام ده وانا بعمل الفيو علشان اعرض على المانجمنت وعلى البورد. And any dependencies between objectives are identified and assessed. تمام؟ طيب رابع حاجه بقى واللي هي الاوبتيمال البورتفوليو فيو، ده فول انتجريشن. The composite view of risks relates to entity wide. بجيب بقى الريسكس على مستوى المؤسسه كلها. Strategy and the business objectives وعلى مستوى الاستراتيجي والobjectives and their effect on entity performance والأثر بتاعت الريسكس دي على البرفورمانس ايه. At the top level greater emphasis is on strategy, thus responsibility for business objectives and specific risks cascade through the entity. تمام، بجيب بقى الريسكس دي واقول اثرها ايه على الاستراتيجي ومن ثم الاستراتيجي الاهداف بتاعتها ايه والريسكس دي هتاثر على الاهداف ازاي. وهو ده البيست ابروتش او البيست ميثود البورتفوليو فيو لان هي بتحقق لي الفول انتجريشن. Using a portfolio view of risk management determines whether the entity's residual risk profile aligns with the overall risk appetite. ببص بقى على الريزيدوال ريسك بروفايل اللي انا وصلت له بعد ما خدت الريسبونسز وقارنه بالابيتايت. هل انا الابيتايت بتاعي لو على مستوى المؤسسه كلها كان مثلا يعني مثال هزلي كده مليون، طيب الريزيدوال ريسك بروفايل بتاعي كام؟ مليون 100؟ لا، يبقى انا كده اكسيدد الايه الريسك ابيتايت. طيب وذن الريسك ابيتايت يبقى انا كده تمام. Qualitative and quantitative methods may be used to evaluate how changes in risk may affect the portfolio view of risk. تمام؟ ممكن استخدم طرق كمية وطرق وصفية وأنا بعمل الإيفاليويشن لل how changes in risk may affect the portfolio view of risk. Qualitative methods include benchmarking, scenario analysis, and stress testing. While quantitative methods include statistical analysis. تمام. المرحلة الرابعة الـ review and revision.
تمام، انا خلاص عملت الـ عملت الـ 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 الاسسمنت بتاعي، الايدنتيفيكيشن بتاعي، والاسسمنت مرحله البرفورمانس يعني كلها خلصت، لازم دايما بيبقى في ريفيو وفي ريفيجن، عشان لو في اي ويكنسز بنعالجها، ولو في اي امبروفمنت اوبورتيونيتيز بنستغلها ونعمل الانهانسمنت او الامبروفمنت. The organization reviews and revises its current ERM capabilities and practices based on changes in strategy and business objectives. طيب المرحلة دي أو الـ component دي فيها three principles relate to review and revision. أول حاجة the organization identifies and assesses changes that may substantially affect strategy and business objectives. تمام، بنعمل اسس للتشينجز اللي من اللي ممكن تبقى ليها تاثير على الاستراتيجي او الاوبجكتيفز بتاعت الايه بتاعت المؤسسه. Changes in the organization's business context and culture are most likely to substantially affect strategy and business objectives. دي يعني لو تفتكروا في عمليه الريسك مانجمنت لما كنا بنتكلم على المونيتورنج والريفيو، هي المرحله دي بالظبط. Such changes may result from changes in the organization's internal or external environment. The changes دي ممكن تبقى جاية من internal أو external environment. ماشي، وده يعني زي ال internal وزي ال external. تاني principle, the organization reviews entity performance results and considers risk. Performance results that deviate from target performance or tolerance may indicate. ماشي، بشوف بقارن بقى البرفورمانس بتاعي، المقصود هنا الانتيتي بيرفورمانس اللي هو الاداء بتاعي تجاه الاداء بتاعي تجاه تحديد الاهداف، تجاه تحقيق الاهداف، البرفورمانس بتاعي toward الاوبجكتيف achieving. Performance result that deviate from target performance or tolerance. لو لقيت ال performance بتاعي في deviation، يبقى ده ممكن يبقى ليه سبب من أسباب ديت. Unidentified risks، في risks أنا ما كنتش واخد بالي منها، مش عامل لها identification، بالتالي أثرت على الأداء بتاعي. Improperly assessed risks، أو risks أنا عملت لها identification بس ما قيمتهاش كويس. أو في new risks ظهرت، أو opportunities to accept more risk، أو في opportunities برضو ظهرت، مش لازم risks بس. The need to revise target performance، أو في حاجة أصلا إن أنا أراجع ال target performance بتاعي، وارد أصلا إن ال target اللي أنا كنت حاطه ما كانش مظبوط، المشكلة فيه إن أنا ساعات أحط target ما وصلوش، ما تبقاش المشكلة في إن أنا ما أديتش كويس فما وصلتلوش، لا، هي المشكلة إن ال target كان بعيد أصلا. تمام، يعني انا كل مثلا بيقول لي ايه، كل سنه انا بعمل مبيعات مثلا ب 100 مليون، تقول لي انا عايزك بقى تعمل السنه الجايه مبيعات بمليار. لا، ما هو التارجت اصلا مش مظبوط، انا مهما بذلت من اقصى جهد عندي ورحت عملت مبيعات ب 500 مليون، انت هتقول لي ايه ده، انت لا انت مش كويس. لا، انا كويس، ده انا ممتاز، انما التارجت هو اللي ما كانش مظبوط. The organization pursue improvement of ERM. تمام، وبنسعى بقى او ان احنا نعمل الامبروفمنت للاي ار ام. The organization must continually improve ERM at all levels even if actual performance aligns with the target performance or tolerance. بنعمل امبروفمنت للاي ار ام حتى لو ان انا البرفورمانس بتاعي الحالي هو ده التارجتد بيرفورمانس، مش معناه ان انا بحقق التارجتد بيرفورمانس ان انا كده خلاص تمام ما اعملش اي انهانسمنت او امبروفمنتس، لا خالص عادي. Methods of identifying areas for improvement include continual or separate evaluation and peer comparisons, review of industry peers. تمام، course of guidance for monitoring activities is outlined in study unit 5 sub unit 3. ده هنتعرض ليه برضه. من الوسائل والطرق اللي انا بعمل بيها الامبروفمنتس او الانهانسمنت دي ان انا اعمل continual evaluation او separate evaluation. كنا اتكلمنا عن الموضوع قبل كده. continual evaluation يعني ده evaluation على طول مستمر، تمام، تقييم مستمر.
او سيبريت ايفالويشن ده بيبقى لا ده بيريودك بقى على فرع على مراحل او على فترات تمام. والبير كومباريزن، البير كومباريزن قال لك زي ريفيوز اوف اندستري بيرز، ان يجي حد من النظراء بتوعي يعني البيرز بتوعي اللي زيي يعمل لي اسسمنت للاوبريشن للاي ار ام عندي، وانا كذلك اعمل اسسمنت للاي ار ام عنده، ونستفيد من تبادل الخبرات والمعارف. ايه المرحلة الأخيرة؟ وهي مرحلة الـ Information Communication and Reporting. The organization must capture, process, manage, and communicate timely and relevant information to identify risks that could affect strategy and business objectives. Three principles relate to information communication and reporting. المرحلة دي مهمة جدا، لان مرحله الانفورميشن والكوميونيكيشن والريبورتنج دي هي اللي هيبقى بناء عليها او على اساسها هيتم اتخاذ القرار. انا والله جبت ريسك دلوقتي، ما قفشت الريسك وعملت له ايدنتيفيكيشن وعملت له اسسمنت ورفعت وقلت الريسبونسز المتاحه ايه وهنعمل معاه ايه، بس كل الكلام ده ما وصلش لمتخذ القرار في وقته السليم. هل كل المجهود ده بقى كان ليه لازمه؟ لا. اهم حاجه ان المعلومه تبقى تايملي وريليفنت توصل لمتخذ القرار. تمام. The organization leverages its information systems to support the ERM. اكيد لازم ان يبقى احنا قلنا في 3 principles في الكومبوننت دي. البرنسبل الاولاني ان الاورجانيزيشن الانفورميشن سيستم اللي في الاورجانيزيشن لازم يبقى بيسبورت الاي ار ام ويبقى كومباتيبل مع الاي ار ام. طيب يعني هنا بيعرفك يعني ايه داتا. الداتا ار رو فاكتس كولكتبل فور اناليسيس، دي كده رو فاكت لسه، رو لسه ما هنشتغل عليها علشان نوصل لانفورميشن اللي هي بقى بروسيسد اورجانيزد وستراكشرد داتا اباوت ا فاكت اور سيركمستانس. انفورميشن سيستمز ترانسفورم داتا انتو ريليفنت انفورميشن. الانفورميشن سيستم بقى لازم يكون عندي انفورميشن سيستم يحول لي الداتا لايه؟ لانفورميشن، لريليفنت ريسك انفورميشن. Knowledge is data transformed into information. دي knowledge. الداتا اللي عندي لما احولها لانفورميشن هتعمل لي او هتحقق لي knowledge. ماشي، شويه كلام كده يعني ملوش لازمه بس مش مشكله. Information is relevant if it helps the organization to be more agile in decision making. giving it a competitive advantage. امتى اقول المعلومه دي relevant؟ لما تكون هتنفعني في اتخاذ القرار. انا عايز اخد قرار، انا عايز اخد قرار اشتري مثلا عربيه مرسيدس ولا عربيه بي ام، بفاضل بين الاثنين تمام. فراح جه واحد قال لي بص انا هقول لك من الاخر، العربيه التويوتا كرولا بقى المساعدين بتاعتها فيها عيب ان هي مش، شكرا على المعلومه، هي معلومه بس not relevant للديسيشن بتاعي. انا بقى عايز اخد ديسيشن اشتري مرسيدس ولا بي ام، فانت بتقول لي لا يبقى مش ريليفنت، ملهاش علاقه بالقرار اللي انا هتخذه. تمام. Structured data are generally well organized and easily searchable. Unstructured data are unorganized or lack a predefined pattern. Structured data، الداتا اللي يعني المنظمه كده الجميله، زي مثلا الداتا اللي تبقى موجوده في الاكسل شيت او اللي موجوده في داتا بيز فايل. الانستراكشرد داتا، داتا ار ان اورجنايزد اور ليك بري ديفايند باترن، او مش منظمه، زي مثلا تلاقي ايه فايل كده عندك فيه دوكيومنت على 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 فيديوز على فوتوز على ايميلز على مسجز على فايلز بي دي اف على فايل وورد، فدي اسمها انستراكشرد داتا. Data management. Data management practices help ensure that risk information is useful, timely, relevant, and of high quality. The following are the elements of effective data management. Data management إن أنا يعني أحاول من الداتا، زي ما قلنا الداتا دي أشتغل عليها، أشتغل على الداتا علشان أطلع information تخدم المتخذ القرار في ان هو ياخد قرار.
يعني الجزء ده ممكن تقروه بصراحة، مش حابب أضيع فيه وقت، يعني هو جزء useless. The organization ده ال principle التاني. The organization uses communication channels to support the ERM. The organization uses communication channels to support the ERM. ماشي، أنا هستخدم بقى ال communication channels اللي أنا هرفع reports بقى. أنا دلوقتي هرفع reports communication channels عشان أرفع reports. الريبورتس دي فيها انفورميشن للمانجمنت وللبورد، عشان الناس بقى تبتدي يبقى عندها نوليدج ويبتدي تتخذ القرارات. communications about risk. management communicate the organization's strategy and business objectives to internal and external stakeholders. communications between management and the board should include continual discussions about risk appetite. لازم الريسك ابيتايت البورد والمانجمنت دايما هم يعني بيتابعوا الريسك ابيتايت وبيتكلموا عن الريسك ابيتايت، وهل الريسك ابيتايت كده ملائم ولا مش ملائم، ولا محتاج يزيد ولا يقل ولا. channels and methods. organizations should adopt open communication channels to allow risk information to be sent and received both ways. يبقى الكوميونيكيشنز عن الريسك انفورميشن تبقى رايحه جايه to and from personal to suppliers. يعني ايه؟ من الاخر عايزين يبقى الكوميونيكيشن عن الريسك انفورميشن، الكوميونيكيشن اباوت ريسك انفورميشن ده شيء يعني كونتينوال. كوميونيكيشن ميثودز انكلود ريتن دوكيومنت زي بوليسيز وبروسيجرز، او الكترونيك مسج زي الايميل، او بابليك ايفنتس او فورمز زي التون هول ميتنجز، and يعني ان احنا نعمل زي سيمينارز او ميتنجز او ما الى ذلك يعني، and informal or spoken communications one-on-one discussions. The board may hold formal quarterly meetings or call extraordinary meetings, special meetings to discuss urgent matters. او لو في حاجه مستعجله ممكن نعمل لها زي اجتماع طارئ يعني. كل دي وسائل للcommunications. The organization reports on risk culture and performance at multiple levels and across the entity. The principle التالت. The purpose of reporting is to support the personnel in their understanding of the relationship among risk and cultural performance with decision making. أنا الغرض من الريبورتس، الغرض من الكوميونيكيشن، الغرض من كل اللي احنا عمالين نقوله ايه؟ ان في واحد متخذ قرار احنا عايزين نوفر له الفول اندرستاندنج باكبر قدر ممكن، ونساعده في الديسيشن ميكنج، ونساعده ان هو يتخذ القرار سواء ريليتد للسيتنج استراتيجي او الاوبجكتيفز او الجفرنس او الدي تو دي اوبريشنز. ريبورتنج كومباينز كواليتاتيف اند كوانتيتيف ريسك انفورميشن وذ جريتر امفاسيس اون انفورميشن ذات سبورت الفورورد لوكينج ديسيشنز. نفس الكلام. Management is responsible for implementing controls to ensure reports are accurate, complete, and clear. من مسؤوليات الإدارة إن هي تتأكد إن هي تضع الكنترولز اللي تضمن إن الريبورتس اللي هتطلع لي نتاج العمليات الكوميونيكيشن دي تبقى ريبورتس فيها information accurate وcomplete وclear، عشان الناس اللي هتعتمد عليها وتتخذ القرارات ما تلبسش بعد كده. The frequency of reporting is based on the severity and priority of the risk. The frequency of reporting, التكرارية بتاعت عملية الريبورتنج ديت is based on the severity and priority of the risk. يعني أنا لو مثلا بتكلم عن ريسك معين السيفيريتي بتاعته هاي ريسك، اكيد الفريكوانسي بتاعت الريبورتنج هتبقى مختلفه عن لا ريسك تاني مش مستاهل او البرايورتي بتاعته مش قويه. تمام. reports on culture may be communicated among other means in surveys and lessons learned analysis. ماشي. الريبورتس اللي ريليتد بالكالتشر may be communicated، ممكن تبقى ليها يعني يعمل لها communication بأكثر من شكل، ممكن تبقى في شكل surveys أو في lessons learned analysis. key indicators of risk.
should be reported with key performance indicators to emphasize the relationship of risk and performance. يعني هي دي أهم حاجة في كل اللي إحنا بنقوله ده، وهو يعني جايبها في سطر كده خطف في الآخر، اللي هي الـ KRIs أو الـ Key Risk Indicators والـ KPIs الـ Key Performance Indicators. في فرق ما بين الاتنين، الـ KRIs الـ Key Risk Indicators دي، فاكر لما كنا بنتكلم من شوية وقلنا الـ Trigger Event، وإن الـ Trigger Event هي دي اللي أول ما برصدها بشتغل عليها قبل ما الريسك يحصل، هي دي بتبقى شرارة الريسك، هي دي الكي ار ايز. الكي ار ايز هي دي التريجر ايفنت، هي ديت المؤشرات الخطر، مؤشرات حدوث الخطر. والناحية التانية في كي بي ايز، كي بيرفورمانس انديكيتورز، مؤشرات تحقيق الاهداف، ان انا مؤشرات الاداء، ان انا فعلا بحقق اهدافي صح اللي انا متارجتها، وان انا الاداء بتاعي ماشي مظبوط. فلازم يبقى في علاقه بين الاثنين، should be reported ال KRIs وال KPIs، تمام، to emphasize the relationship of risk and performance، لان هي دي اللي هتوضح لي ال relationship ما بين ال risk وما بين ال performance. اخر حاجه معانا ال assessing ال ERM. خلصنا خلاص عملية الـ ERM الحمد لله، المراحل بتاعتها كلها الـ 5 components، خدنا الـ governance والـ culture، بعد كده الـ setting الـ strategy والـ objectives، وبعد كده الـ performance، بعد كده عملنا review، بعد كده آخر حاجة رفعنا الـ communications اللي فيها الـ informations والـ reports. أعمل أخيرا assessing عملية الـ ERM لعل وعسى يبقى فيه أي improvement. The COSU ERM framework provides the criteria for assessing whether the organization's ERM culture, capabilities, and practices together effectively manage risks to strategy and business objectives. When the component principles and supporting controls are present and functioning, ERM is reasonably expected to manage risks effectively and to help create, preserve, and realize value. يقول لك والله لو الخمسة كومبوننت اللي احنا قلناهم بما تحتهم من 20 برنسبل، لو يا باشا لقيت دول موجودين وشغالين كويس، اذا احنا كده الى حد ما تقدر تقول ان عملية الـ ERM الـ Enterprise Risk Management is reasonably expected to manage risks. يبقى احنا كده ان شاء الله الريسكز اللي بتتعرض ليها المؤسسة ضامنين بشكل معقول ان يتم ادارتها بشكل جيد، وان هيبقى فيه قيمة هيحصل لها كرييشن، وهنعمل لها بريزرف وريلايز، ان يعني في 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 اد فاليو هتنتج عن عمليه الاي ار ام، تمام. طيب قال لك يعني ايه بريزنت ويعني ايه فانكشننج، عشان هو قال لك ان هي تكون موجوده وشغاله، مش محتاجه بس ماشي. بريزنت مينز ذا كومبوننت برنسبلز اند كنترولز اكزيست ان ذا ديزاين اند امبلمنتيشن اوف اي ار ام. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الكنترول بنقول الكنترول ليه ديزاين وليه بيرفورمنس؟ اولا ان الاقي الكنترول موجود، نفس الكلام هنا، ان الاي ار ام اصلا البرنسبلز والكومبوننتس دي موجوده، موجوده ان شاء الله حتى على الورق، يبقى كده في الديزاين موجوده. تاني حاجه الفانكشننج بقى، هي موجوده بس على الورق ولا موجوده كمان في ارض الواقع؟ means the components principles and controls continue to operate to achieve the objectives، ان هي موجوده على ارض الواقع وبتاتشيف الاوبجكتيفز. لو الكلام ده يا باشا موجود يبقى كده اسيسنج الاي ار ام، يبقى الاي ار ام الى حد ما نقدر او تقدر تقدم لي ريزونبلي اشورنس او ريزونبلي اكسبكتيشن ان الريسكس ويل مانجد. طيب احنا كده هيتبقى لينا الايزو 31000، صغير يعني، ان شاء الله نسجل له فيديو خاص بيه. الأهم حاجة كانت الـ ERM، واعذروني جدا على التأخير، أنا حقيقي غصب عني بس جت ظروف كذا حاجة، الامتحان اللي كان عندي والـ CRMA، واللي هي أصلا عشان كان بالمرة كان في ناس كتير سألتني عنها، هي الـ Certification in Risk Management Assurance. هي شايفين اليونت اللي احنا بنتكلم فيه بتاع الـ Risk Management ده، هي الشهادة دي عبارة عن اليونت ده بس in more details،
تاخده بشكل اكثر تعمقا واكثر تفصيلا، وانا دوري كمراجع من ناحيه لو هقدم اشورنس عن الريسك مانجمنت هيبقى عامل ازاي، ولو هقدم كونسلتنج رول عن الريسك مانجمنت هيبقى عامله ازاي. فهي يعني اليونت ده بس مفروض حبتين ثلاثه اربعه. ان شاء الله باذن الله نرجع ننتظم زي الاول، ونحاول ان احنا نشد حيلنا كده ان شاء الله، وقريب باذن الله نعمل الفيديو بتاع الايزو 31000. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم.